قهوة في القفص يساق من ملعب الكيبسي، جرومبيلي رياضية نجم متلوي، اتحاد مناسير يجريد توزر، ولقاءنا باش تتابعوه بعد قليل على المباشر، ولقاء الترجي الرياضي التونسي والاولمبي الباشي. استعلي نبدا معاك مثالش مرحبا. ابرز مستفيد بطبيعه الحال في لقاء وسط الاسبوع لجمع صاحب المركز الاول والمركز الثاني الترجي الرياضي التونسي نادي الرياضي الصفاقسي، انتصار هام جدا للترجي باعتبار تعميق الفارق بينه وبين صاحب المركز الثاني اللي هو نادي الرياضي الصفاقسي والبقيه بطبيعه الحال 9 نقاط، ولكن رغم ذلك مازالوا 7 لقاءات بالتمام والكمال تقريبا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، الحذر واجب فيما تبقى من مشوار هذا البطوله. شوف الترجي قاعد يستفاد، معناتها عنده مده من في الجولات، في كل جوله قاعد يستفاد، استفاد في جوله قبل، في جوله الدربي ترجي فاز في الدربي ونادي الصفاقسي تعادل في المسير، فاز الترجي على منافس مباشر اللي هو نادي الصفاقسي يلعب على البطوله، دونك استفاد الترجي من الفتره هذه ومن المقابلات هذوما، رغم الفتره الصعيبه اللي تعدى بها الترجي على خاطر فتره نقولوا فيها برشا مقابلات، بطولة افريقيا، مقابلات مع تاغوتار القروان، نفس الشيء للنادي الرياضي الصفاقسي تقريبا، نفس الشيء للنجم الرياضي الساحلي البنزرتي، يعني هذه فتره ترجي مشات بالايجابي في ترجي، تستفاد من الفتره هذه والربح مقابلاته، معناتها سواء في بطولة افريقيا ولا في البطوله، هاو الفرق معناتها ما بين الفرق، فما فريق استفاد من الفتره وفما فريق ما استفادش من الفتره، الاستفاده كانت بالنتائج الايجابيه، ترجي هذاك علاش عمق الفارق طول 9 نقاط، رغم هذايا مازال البطولة ما انتهتش. نعم، إلا جانب ذلك الحظ لعب دور كبير في مباراة بطولتنا، باش نرجع لك بعد شوية مارسيلو ناخذ كلمة عن الأولمبي البيجي، وهل سيستفيد من هزيمة ملعب تونسي ولا لا بالنسبة لليوم أمس مباشرة إلى زميلنا جمال الحسناوي، تفضل جمال. شكرا لك اسكندر، تحية لك، تحية لكافة السادة المشاهدين متتبعي الوطنية الأولى في هذه القمة، قمة أعلى الترتيب وقمة أسفل الترتيب، الترجي الرياضي التونسي يستقبل في ملعب رادس الأولمبي الباجي في مباراة ما هي سهلة لا للترجي ولا للأولمبي الباجي، وهذا ربما ينجموا يأكدوه المحللين الفنيين متاعنا في استديو علي بن ناجي وماهر الزديري. كذلك نمشي مباشرة تشكيلة الزوز فرق، الأولمبي الباجي محمد الكوكي يقترح في هذه الأمسية التشكيلة التالية في هذه المباراة، نلقاو قيس العمدوني حارس مرمى، أيمن العياري، وائل النفزي، عاطف المازني، صدام بن عزيزة، حمدي الورهاني، حمزة جلاسي، علاء الماكني، يوسف الترابلسي، محمد السليتي، وأسامة البجاوي. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي فيها برشة تغييرات، أهمها اليوم باش نلقاو أسامة الدراجي على بنك الاحتياط بعد أوجاع في ظهره، نلقاو إذا في حراسة المرمى إيهاب، في حراسة المرمى معز بن شريفية، إيهاب المباركي في الدفاع، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، أمينو بوبا، حسين الراقد، هذوما في وسط الدفاع وسط الميدان، أري صوافول، خالد المولي، إيهاب المساكني، رفيق كرماجي، وهذا دخول لأول مرة في تشكيل الترجي الرياضي التونسي لاعب أواسط بعد العقوبة اللي تسلطت على العكاشي في آخر لحظة أمس في النزل تحديدا، ونلقاه بالطبع خالد غرسلاوي. إذا في غياب يانيك، في غياب جويني، يغيب كذلك العكايشي بالطبع، أسهل بالطبع، هذه بالطبع خيارات المدرب خاصة في عقوبة العكايشي بالطبع، فما عديد من التساؤلات بالطبع، كما قلت باش نلقاو الدراجي على البنك في تشكيلة الدراجي الرياضي التونسي. هذه إذن في البداية التشكيلة، سنعود نعم مع الاستجوابات اسكندر. واضح، مشكور على كل هذا التوضيح، انت بعد نرجع معك زعلي تعطينا خاصة فيما يتعلق بالترجي التونسي مع نقص لاعبين أساسيين، ولو أنه الترجي يمتلك حتى على بنك البدلاء شكون ينجم يكون كأساسي في بعض المباريات على غرار مباراة اليوم. الأولمبي البيجي صاحب المركز قبل الأخير وعانى من مشكلة المركز الأخير منذ بداية البطولة تقريبا ماهر، هل سيستغل عثرة الملعب التونسي يوم أمس وانتظار بطبيعة الحال لقاء جرومبيلي الرياضية ونجم المتلوي؟ من المفروض انه يستغل العثره هذه، والمقابله ما هي سهله، تلعب ضد الترجي في رادس معناها مش بالسهوله اللي نتصوروها احنا، ولو حتى نكونوا الدراجي والنيونغ والجويني والعكايشي كلهم ما يلعبوش، لكن ديما يبقى الترجي، حجم الترجي يلزم واحد يقرا له برشا حساب. يعني تقول انت اللاعبين اللي يسجلوا حضورهم لاول مره على غير الرفيق وغيرهم، تقول انت ممكن السهل الممتنع ينجموا يعطيوا الكل في الكل باش يحاولوا يفتكوا مكانهم كاساسيين، تولي صعبه بالطبيعه بالنسبه للملاعبيه هذوما الصغار، سيرتو معناها ستي موتيفاسيون سبليمونتير بالنسبه لهم، معناها اول مره يلبو انتجري ليكيب، معناها ليكيب سينيور، دونك مش يحاول انه يعطي اقصى ما عنده باش يضمن بلاصه في الفريق الاول،
وبالتالي هذا حافز معنوي كبير لي، وهذا مش صعب المهمه بالنسبه للاولمبي الباجي. واضح وكل شيء ممكن بطبيعه الحال، كل شيء ممكن على مقابله واحده كل شيء ممكن. نعم زدالي، مجموعه من اللاعبين غايبه في لقاء اليوم كاساسيين، تعودنا نشوفهم كاساسيين مع فريق الترجي التونسي، حسب رايك كرول لهنا يفكر انه يرتح لاعبين يشرك لاعبين جدد، شنو هي نيه كرول حسب رايك بالضبط؟ لا بالنسبه للنيه معناتها بالنسبه لرفيق كامرجي هذا مهاجم معناتها يلعب في الفريق الأولمبي معناتها الترجي عنده مستقبل باهي معناتها، هذا توا بالنسبة لكرول في غياب العكايشي ونيانك وهيثم الجويني ما عندوش شواء، ما عندوش حتى مهاجم آخر في الـ في الـ في الإفكتيف ينجم يلعب بون بوانت خلاف الوليد هذاك رفيق كامرجي اللي عنده إمكانيات إن شاء الله يستغل معناتها الفرصة، لأن الترجي ما تجيش فيها برشا فرص باش تنجم تخلع بلاصه. دونك ممكن السؤال اللي حبيت نسال وانا زد عليه، السؤال اللي حبيت نطرحه، لو ما كانش الفارق قبل 7 جولات 9 نقاط بالنسبه للترجي التونسي صاحب المركز الثاني، هل كان التشكيله تكون على النحو التالي ولا حسب رايك؟ اذا كان المدرب حسب رايه يفكر بعقليه وكونه البطوله وفات، بالنسبه لي انا ما فاتش، بالنسبه لي انا الاولمبي الباجي اصعب من نادي الصفاقسي، على خاطر انت باش تلعب الاولمبي الباجي جمعه جاي باش تنقل التوزر نفس الشيء، ظروف الفريق التوزر تلعب عطيه، دونك المقابله صعيبه برشا بالنسبه لي، ماهي سهله ماهيش في المتناول باش ينجم يغير تشكيله سوا ديزون فما منهم دي رومبلاسون يعطوا، لا بالعقليه هذه لا، انا نتصور الترجي باش يلعب في الاخير 3 نقاط نعم. نعم. يحب يضمن حسابيا الترجي اللي هو بطل. نعم نرجع مع جمال الحسين ويقول سجوابات ما قبل هذا اللقاء، تفضل جمال عندك الكلمه. شكرا لك عادل، مباشرة باش نطرح عليك تساؤلات الاستوديو، غياب يانيك غياب هيثم الجويني يتعاقب العكايشي، ترى انه المدرب جازف في الخيار هذا ولا خيار لابد منه؟ طيب بالنسبة للإصابات معناتها ما عندناش لكن بقى لكم المهاجم الوحيد العكايشي، المهاجم الصريح نقوله. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي تعودنا على الاشياء هذه، معناتها غياب عنصر ولا اثنين ولا ثلاثه ماهوش مهم، والموجودين ان شاء الله هم اللي يقوموا بالواجب ويؤديوا معناتها الشيء المطلوب منهم، هذا اهم شيء. فما لاعبين في الفرق عندهم الثقل، نقولوا الدراجي، نقولوا محمد بن منصور، نقولوا دريس المحيسي بدرجه اقل، ياثروا اليوم في مباراه اليوم ضد الاولمبي الباجي؟ اكيد لاعبين في مستوى دراجي والعكايشي ويانيك والجويني معناتها ياثروا بدرجه كبيره، ولكن بالنسبه للمباريات اللي كيما اليوم ضد الاولمبي الباجي المساله ماهيش مساله ياثر ولا ما ياثروش، المساله كلها مساله دور نفساني اكثر منه، معناتها مستعرف بعد اللي فيكتوار اللي صاروا هذوما نتاع صفاقس وترشح للشامبيونز ليغ والكلوب افريكان يعني النادي الافريقي، نتصوروا انه صار فما شويه ريلاشمون والتحضير الكله صار مده 3 ايام ولا 4 ايام كان على المستوى الذهني، لانه خايفين من ريلاشمون بحيث يغيب اللاعب الفلاني ولا الفلاني ماهوش باش ياثر علينا بدرجه كبيره، ان شاء الله اللي موجودين ونتمنى للمهاجم الشاب رفيق انه يعني تمشي معاه الامور ويسجل، تعرف مهاجم يعني. لكن سامحني عادل، ما ترس مجازفه جلب لاعب من الاواسط في مباراه في رادس يدخل مباشره اساسي، فيها ريسك ولا فيها ثقه كبيره في الملاعب في كلمه يعني؟ ما الاثنين ما نجمش نوافقك فيهم، لما سالت لا فيها ريسك، هو اختيار مدرب شاف انه اللاعب هذايا في درجه الامال قاعد يقدم في مستويات طيبه ويدرب معنا باستمرار، شاف انه هو اللاعب المناسب اليوم باش يكون هو راس الحربه، ولذا عمل عليه المدرب وعملنا عليه الناس كلنا، وماله الا مباراته الاولى ونتمنى له كل النجاح. فعلا نتمنى له كل النجاح وموفق عادل، شكرا لك. شكرا لك عادل، اذا نرجع لك اسكندر ان شاء الله نجمنا نجاوبوا على بعض تساؤلات المحللين نتاعنا في استديو اسكندر. نعم شكرا لك، شكرا لك جمال، لحظات قبل انطلاق اللقاء ولحظات قبل ان امرر الكلمه لزميلي عبد الرحمن العش ماهر، يعني على ضوء اللي كنت تسمع فيه نقص اللاعبين الاساسيين بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، حسب رايك الاولمبي الباجي في حاجه لانتصار بطبيعه الحال، هذا شيء مؤكد، الخروج من عنق الزجاجه والخروج من اسفل الترتيب، كيفاش باش تتعامل مع مجريات المباراه؟ خاصه انه نعرفوا الترجي الرياضي التونسي الفريق كي يستقبل باش يحاول يسجل الاهداف. بطبيعة معناها في كل المقابلات العشرين دقيقة الأولى تكون حاسمة معناها وتكون مهمة برشا، نتصور أن الأولمبي الباجي مش يبدأ مش يخوض العشرين دقيقة هذه بحذر، معناها خاصة أنه
شوفوا حتى في تشكيلة الأولمبي الباجي صاروا ما يكونش مجازفة يعني في العشرين دقيقة من الأول ما نتصورش من الأول مش تصور معناها كونه افيك تروا بيفو اللي هما جلاسي وأسامة البجاوي وحمدي الورهاني الفريق مش يلعب شوية حذر يستنى الترجي يشوف شنو الإمكانيات معناها اللي مش يقدمها الترجي وعلى ذو الشيء هذاك بعد نجم المدرب هو اللي تصرف وعلى ذو النتيجة اللي كان فما تغيير بالضبط. في النتيجة بطبيعة الحال عادل حكم أنيس بالحسن نعم. كان متواجد معنا من ضمن المجموعة اللي في الانسبكسيون بعد مباراته متاع المرسى والقروين وقت اللي ما علنش على ضربة جزاء وكانت قاسية برشا أنه تخرجوا من القائمة وأنك معناها تجمدوا يرجع معناها في مباراة كما اليوم إن شاء الله يبرهن اللي هو في المستوى متاع الرابطة ويوري اللي هو جدير بالقائمة الدولية هذا من غير معناها من غير بريجوجي من غير ما حاجات مسبقة حكم مسبق إن شاء الله يعمل معناها مباراة باهية ويكون في المستوى ويزم اللاعبين يعاونوه واللي طرفان يعاونوه والمسؤولين يعاونوه هذه مسؤوليته هو هذه مسؤوليته هو أنا ما يلقاهاش هذه مسؤوليته هو وهذا فهمني معناها يلزم هو يفرض الانضباط نعم هوني فهمني نجمه معناها نعطي وتكون الحكم نستشيره اللي خاضوا التجربة هذه فوق الميدان مع تشنج الأعصاب مع ردة الفعل مع ظلم التحكيم لا زديري كان عاقل برشا لا حتى زدالي زدالي ما خلطش عليك انا نعم زدالي كيفاش نجمو نعاونوا الحكم في المباراه واجي اقول لك توا سامحوني جماعه متلوي في مقابلته ضد النجم الساحلي معناتها ملاعبيت متلوي احتجاجات على اي حاجه على الحكم احتجاجات او اللي يقول باش تعاون الحكم نقص بالاحتجاجات هذه هي استراتيجيه يستعملها فريق لوصول لهدف معين باش يدخل الحكم في دوت ولا انا عندي انا قله التركيز كان الملاعب يركز على المقابله خير يركز على الحكم اذا شفت قاعدين احنا نحكي انا وياك وزد عليه وغزلوا جميل استنى ما نرجع له هكا راهو كان معنا في وسط التيران نمشي لجمال ونرجع ديما جمال قبلك نمشي لجمال ونرجع مرة أخرى بلاتو تفضل جمال شكرا لك وشكرا للتحليل عادل للأداء الحكم قبل المباراة نبيل لآخر لحظة كانوا ينتظروا نبيل باش يكون أساسي يبقى نبيل على البنك خيارات مدرب ولا ربما الإصابة حكمت الإصابة حكمت عندي إصابة في التوندوم معناها البستاج تقلقت برشا ما كنتش معناها 100% معناها من الجاهزيه نتاعي كلمه تروح كونتر الاسبيرونس وفي رادس استنى ماتش كوم تولي ماتش الاسبيرونس معناها ما في شك اللي هي جمعيه الاولى توا في البطوله وجمعيه معناها برهنت قوتها في معناها محليا وافريقيا معناها نصور فريق كبير يسحق كل الاحترام بقى ماتش كوم تولي ماتش وكا شكرا لك نبيل نرجع لك اسكندر قبل دخول اللاعبين نعم شكرا مرة أخرى جمال ماهر يعني كنت موجود في الميدان وأكيد فما تشنج أعصاب وأكيد تعرفت المظالم التحكيمية وأكيد اعتقدت أن هناك أخطاء تحكيمية بعض الأحيان تكون مخطئ وبعض الأحيان تكون مصيب ولكن الأهم من ذلك هل يلزم يتريثوا اللاعبين ويلزم يكونوا رزان شوية في ردات فعلهم مهما كانت المظلمة اللي تعرضوا لها في وسط المباراة في وسط المقابلة شو بالنسبة للاعب في وسط المقابلة يلزم يركز أكثر على اللاعب إذا مش لهاب اللي زاكوتيك من الاربيتر ولا جمهور ولا أي حاجة أخرى مش نضيع تركيزه ومش يفقد معناها اللي روبير متاعه ومعاش يضيع حتى من إمكانياته سواء الفنية أو البدنية وبالتالي يلزم يخلي تركيزه الكل في المقابلة وفي اللعب وأنا أتحدث مش ما يخرجوش معناتها الحكم من التركيز هذا هو خاطر الحكم كي باش نعملوا له بريسيون نعملوا له ضغط باش التركيز باش ينقص الأخطاء باش تزيد والاحتجاجات باش تزيد وهكذا دوالي برشا برشا وصلوا المبتغى نعم. وربحوا لو ديفي اللي عملوه هذا هو توا ولا إفراط كبير ولا إفراط كبير خاصة من المسؤولين اللي ديما نحملوا لهم المسؤولية لأنهم هما اللي يكونوا القدوة بالنسبة للاعبين والجمهور وغيرهم الكلمة مباشرة لزميلي عبد الرحمن العش والتعليق على الشوط الأول من لقاء ترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي تفضل عبد الرحمن كرام على الوطنية في هذه المتابعة لأحد اللقاءات الهامة بالنسبة لهذه الجولة التسعائية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مباراة الملعب الأولمبي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي مباشرة إلى تشكيلة الفريقين تشكيلة المدرب محمد الكوكي في حراسة المرمى قيس العمدوني أيمن العياري
أيضا وائل النبزي، عاطف المازني، صدام بن عزيزة، حمدي الورهاني. هذه هي التركيبة الخاصة بفريق الأولمبي الباجي. قلت عاطف المازني تبع، أيضا النبزي، صدام بن عزيزة، كذلك أيمن العياري بتبع من الركائز، كذلك المالكي رقم 18، كذلك الجلاسي حمزة الجلاسي بتبع بقية اللاعبين، يوسف الترابلسي رقم 17 في التشكيلة، أيضا حمدي الورهاني من القدماء في تركيبة المدرب محمد الكوكي وأسامة البجاوي ومحمد السليتي. هام جدا اللقاء والظفر بنقاط اللقاء بالنسبة للأولمبي الباجي. ترجي كذلك في الطليعة يحاول المحافظة على الفارق مع منافسه نادي صفاقسي، معز بن شريفية، إيهاب المباركي، شمس الدين الذوادي، أمينو بوبا في المحور مكان محمد بن منصور، خليل شمام القائد من الجهة اليسرى، كذلك أريسون أفول صاحب هدف حاسم في مباراة الأربعاء الماضي، حسين الراقد في الارتكاز، بالإضافة إلى خالد الملهك ثنائي أمام الدفاع، إيهاب المساكني مكان أسامة الدراجي، خالد الغرس اللوي، رفيق الكامرجي. بالطبع الاختيارات من جانب المدرب رود كرول في تركيبة اليوم هنا على عشب الملعب الأولمبي برادس بالنسبة للاحتياطيين من جانب فريق الأولمبي الباجي، زياد الغانمي، سيف الله المعجوبي، سبق له تقمص زي الترجي الرياضي التونسي، سيمون، صبر المحمدي، ميساوي تبعتم لأسباب صحية موجودة على بنك الاحتياط وإصابة وحسب الأوجاع، 8 أهداف إلى حد الآن بالنسبة لهذا المهاجم المخضرم من جانب احتياطي الترجي الرياضي التونسي، وسيم نوارا، أسامة الدراجي، تري ماكون العربي، جابر محمد بن منصور، محمد أمين النبزي، ودريس المحيرسي، الإطار التحكيمي أنيس بن حسن الحكم المساعد الأول، مروان سعد والحكم المساعد الثاني، محمود موسى وتوفيق العجنقي يراقب هذه المباراة. الأجواء الخاصة بالملعب الأولمبي برادس والترجي في الطليعة ب 54 نقطة بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي إلى حد الآن. لقاءات هامة من جانبه، معنا كل لقاءات كأس والرصيد 22 نقطة، وهل يستفيد من هزيمة الملعب التونسي البارح في لقاء هام جدا في أسفل الترتيب أمام نادي حمام الأنف. إلى حد الآن 55 مباراة جمعت الفريقين في الرابطة المحترفة الأولى، وبطبع قبل كذلك ما تكون محترفة منذ الثمانينات بين الفريقين، كذلك عندهم موعد نذكر بعد أسبوعين تقريبا في كأس تونس لكرة القدم والدور 16. الترجي والأولمبي الباجي سبق لهم 1993 باش تقابلوا في نصف نهائي شهير في الملعب الأولمبي بالمنزه. نذكر أنه لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بين الفريقين، غياب بارز في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي، أحمد العكيشي وصل متأخر إلى النزل البارح، وبطبع الجانب التأديبي والصرامة من جانب المدرب رود كرول اللي أقصاه من المجموعة المدعوة باش تلعب اليوم أمام فريق الأولمبي الباجي. هذه اختيارات من جانب المدرب رود كرول، وأيضا إقحام رفيق الكامرجي لاعب الشاب، أعطاها الفرصة وبطبع الفرق المحترفة تمنح الفرصة للشبان، كذلك خير ابقاء نجانج بعيد على المجموعة رغم أنه يتدرب عادي مع الفريق، كذلك سامح الدربالي. وهذه الاختيارات على الميدان من جانب المدرب رود كرول، وكذلك محمد الكوكي بعد الانتصار الثمين أمام الاتحاد الرياضي المنستيري في الجولة الماضية. إلى حد الآن الحصيلة بين الفريقين 39 انتصار من جانب الترجي، 3 انتصارات للأولمبي الباجي، آخرها أوت 2012 في باجا، و 13 تعادل بين الفريقين وفترة جس نبض إلى حد الآن. والكرة لأمينو بوبا، معوض محمد بن منصور في محور الدفاع، خالد الغرسلاوي صاحب توزيعة حاسمة إلى أريسون أفول،
في مباراة يوم الأربعاء الماضي، لقاء القمة بين الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي، مباشرة التمس لتشكيلة المدرب محمد الكوكي. محمد السليتي يحاول توظيف خبرته لفريق الأولمبي البيجي، لعب في عديد الأندية في العاصمة ولعب حتى لقاءات أجوار وقت كان بزي الأفريقي والملعب التونسي أمام الترجي الرياضي التونسي. والمحاولة الفردية من محمد السليتي والركنية الأولى لتشكيلة المدرب محمد الكوكي. واضح الورقة تاع نبيل الميساوي على بنك الاحتياط، والركنية من تنفيذ اللاعب اليساري حمدي الورهاني. نتابع الركنية، كرة في المحور والتغطية من أمينو بوبا وأريسون أفول، والمتابعة من إيهاب المباركي والتماس للأولمبي البيجي. إذن الدقائق الأولى للشوط الأول، نذكر بأن الانتصار الوحيد خارج الميدان لفريق الشمال أحرزه أمام المستقبل الرياضي بالمرسى، المنافس المقبل لفريق الأولمبي البيجي يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة. وتوالي وتتالي اللقاءات يجعل المدربين يدور شوية الرصيد البشري. المحاولات من جانب الترجي والبحث على الأروقة من الجهة اليمنى، خالد الملهي والتغطية، الكرة توصل مباشرة لمحمد السليتي. محمد السليتي في وسط الميدان، أمينو بوبا، خالد الغرسلاوي، والكرة مباشرة لدفاع الترجي الرياضي التونسي. وعاطف المازني يلعب من الجهة اليمنى، كذلك إكسنتري نجم يكون بتبع البلوك من جانب الأولمبي البيجي، وينتظر حاليا الترجي رغم أنه مشى وهاجم وعبر مجهود فردي من جانب محمد السليتي. من الجهة اليمنى التوزيعة والبحث على إيهاب المساكني أو رفيق الكامرجي في تجربة هامة مع الفريق الأول، والترويض كان صعب من إيهاب المباركي. الأماكن غالية أكيد في أي فريق محترف، وكل لاعب يختار المدرب في التشكيلة يسعى لاقتلاع مكان كأساسي. وبتبع أيضا الإصابة لهيثم الجويني، نذكر 6 أسابيع خارج الميادين، وثم أيضا فترة تأهيل، ولولا التدخل الطبي قد تكون خطيرة الإصابة اللي لحقت هيثم الجويني المساهم مذكر في تأهل الترجي للقاءات المجموعات في كأس الأبطال. تمريرات قصيرة بين لاعبي الأولمبي البيجي، ووضعية تسلل، وضعية تسلل معلنة على علاء المكني، كانت الفتحة لعلاء المكني تنفذ تسلل بسرعة. إيهاب المساكني، إيهاب المساكني، ولا وجود لمخالفة للترجي. الدفاع بقيادة أيمن العياري لاعب الخبرة، لاعب السابق للنجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنسيري وعديد الأندية الأخرى. كرة مباشرة لصالح الأولمبي البيجي عبر علاء المكني، والتمس يربح في وضعيات سنحة من الجهة اليمنى لهجوم فريق الأولمبي البيجي. وعاطف المازني في تنفيذ التماس يسعى لتفادي أهداف أخرى في دفاع فريق الأولمبي البيجي قبل 27 هدف، ويلعب ضد أحسن خط هجوم لدى الإحصائيات الخاصة بهذا اللقاء. والمجهود الفردي من خالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي مباشرة لأريسون أفول، أريسون أفول الدولي الغاني، ثم المساندة من حسين الراقد ويرجع لإيهاب المساكني، ثم حسين الراقد، حسين الراقد تبقى الكرة للترجي من جديد، صاحب هدف أيضا في مباراة الأحد الماضي ضد فريق ريال باماكو. إيهاب المساكني كذلك كان دخل في الشوط الثاني أمام النادي الرياضي الصفاقسي. واضح أنه المدرب رودو كرول يسعى للمحافظة على نفس التركيبة، لكن المعطيات تخليه يغير لعديد الأسباب. أيمن العياري التوزيعة، يختار
التوزيعات العرضية في محور دفاع الترجي حاليا الأولمبي الباجي، يلقى أمينو بوبا وشمس الدين الذوادي. أمينو بوبا اللي في بعض اللقاءات لعب مع العربي جابر في محور الدفاع، أيضا التغييرات تمليها اللقاءات والمعطيات، خاصة بعد نسق الماراثوني لفريق كما النادي الصفاقسي والنجم الساحلي ونادي البنزرتي يلعبوا لقاءات إفريقية. إذن مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي، وكان أمامكم رفيق الكامرجي، كرة مباشرة لإيهاب المباركي وترجع لحسين الراقد في وسط الميدان 4-2-3-1 من جانب المدرب رود كرال. وبالنسبة للأولمبي الباجي اللاعب المتقدم أمام مرمى الترجي هو محمد السليتي، حاول توظيف خبرته لحاولت إبقاء الأولمبي الباجي في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في موسم صعيب، كذلك نزول 3 أندية للرابطة المحترفة الثانية. أريسون أفول وقرب برشا الفرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول، وربما البارح كذلك نادي حمام الأنف تنفس الصعداء نجم نقوله شوية باعتبار أنه فاز على الملعب التونسي 2-1 في مباراة كانت بتبع حماسية، والأولوية للنتيجة في مثل هذه اللقاءات بين الأندية تتصارع من أجل تفادي النزول. والأولمبي البيجي ما زلت عنده حوارات هامة مع الأندية المعنية كما نجم المتلوي وكذلك الملعب التونسي، والأسبوع المقبل مستقبل رياضي بالمرسم جانب الترجي تنقل الأربعاء المقبل إلى توزر، كذلك موعد متجدد مع الأولمبي البيجي في الكأس بعد أسبوعين، والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. نذكر كذلك المدرب رود كرول منذ إشرافه على أول مباراة ضد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى ما انهزمش إلى حد الآن مع فريقه، وحقق أيضا رقم ممتاز 3 انتصارات والتعادل. بالنسبة لمشوار كأس الأبطال المدرب محمد الكوكي يعرف جيدا أجواء بيجا، والأولمبي البيجي حتى في بعض اللقاءات اللي انهزم فيها خارج الميدان كان قدم مباراة ممتازة كما لقاء الأولمبي البيجي والنادي الإفريقي في رادس. أريسون أفول من جديد، شمس الدين الذوادي، خليل شمام، حسين الراقد، خليل شمام. خليل شمام الترجي يبحث على المرور عبر وسط الميدان عبر المحاولة الثنائية والثلاثية والبحث على المعاذة من الأروقة والظهيرين، والكرة مباشرة لحسين الراقد بعد الحوار الأخير بين شمس الدين الذوادي محمد السليتي. خليل شمام، خالد الغرسلاوي، ترجع الكرة مباشرة للأولمبي البيجي، يختار تطويل الكرة على محمد السليتي والخروج لمعز بن شريفية. ثاني مرة الأولمبي البيجي يلعب على محور دفاع الترجي الرياضي التونسي، التوزيعة في اتجاه محمد السليتي والخروج من مناطقه لمعز بن شريفية. أريسون أفول، حسين الراقد، أريسون أفول، 20 مباراة و4 أهداف إلى حد الآن سجل بكأس الأبطال والبطولة، يلعب في عديد المراكز في الميدان وحتى في المنتخب الغاني لعب ظهير أيسر. زي الخصال متاع أريسون أفول، الكرة من جديد لصالح فريق الأولمبي البيجي اللي يقطع الكرة في وسط الميدان ويسعى للتدرج من الجهة اليسرى، والكرة باش تبقى لتشكيلة المدرب محمد الكوكي. أكيد النقاط هامة، نقاط بحسابها في هذه الفترة الحساسة. وأسامة البجاوي صاحب المحاولة الأخيرة، وترجع الكرة لصالح الترجي. إيهاب المباركي اللاعب السابق للنادي الرياضي البنزرتي وإيفيون الفرنسي على غرار زهير الذوادي، ما بقاوش برشا في إيفيون على عكس كذلك صاحب الخيفة اللي نجح وكانت بوابة للتحول لفريق أولمبيك مارسيليا. إيهاب المباركي البحث على إيهاب المساكني، يسعى كذلك الاقتلاع أكثر وقت لعب مع الترجي أريسون أفول، والمحاولة الأولى من المهاجم الشاب رفيق الكامرجي، كرة
بجانب مرمى الحارس قيس العمدوني. من جديد تركيز على رفيق الكامرجي في هذه التوزيعة بداخل رجل اليمنى من أريسون أفول، وكرة ما تمثل حتى خطورة على مرمى الأولمبي البيجي. لقاء الذهب انتهى بدون أهداف بين الفريقين. محمد السليتي يخوض في برشا كرات أمام دفاع الترجي. خالد الملهي، أيمن العياري يسعد بالكرة، يتجاوز وسط الميدان أيمن العياري، يمشي للمحور. وضعية تسلل، وضعية تسلل معلنة على علاء المكني المساعد الأول. مروان سعد انتظر أنه علاء المكني يلمس الكرة ويزفر التسلل ضد لاعب الأولمبي البيجي خالد الملهي. وتوصلش إلى خالد الغرس اللوي. الترجي يحب يدرج عبر الجهة اليمنى والجهة اليسرى. شفنا منذ قليل التوزيعة من أريسون أفول في اتجاه قلب الهجوم المحوري. رفيق الكامرشي في الأثناء. الأولمبي البيجي يسعى لإيصال كرة ثمينة لمحمد السليتي أمام المحور طويل القامة المتكون من شمس الدين الذوادي وأمينو بوبا. عاطف المازني، تبقى الكرة للظهير الأولمبي البيجي. يختار التوزيع أمينو بوبا لاعب السابق لكوتون سبور جاروا، يعرف دوسابر جيدا مع فريق نذكر الكامروني. وصل إلى نصف نهائي كأس الأبطال السنة الماضية أمام الأهلي المصري، وأكيد من خلال تأهل فريقه للقاءات المجموعات نجم يجدد العهد مع اللقاءات الأفريقية. هفوة في إخراج الكرة من أيمن العياري، لكن يتدارك المدافع المحوري لفريق الأولمبي البيجي. من جديد الكرة في وسط الميدان والمخالفة، المخالفة للأولمبي البيجي. شفنا هفوة في الريلانس من أيمن العياري، يتدارك ويتدخل بعد ما وصلت الكرة إلى أريسون أفول. شوفوا وضعيات من مختلف الزوايا للمخالفة يتحصل عليها فريق المدرب محمد الكوكي. من جديد التوزيعة من عاطف المازني والمحاولات في التصويب والمتابعة، المتابعة من جانب معز بن شريفية بعد المحاولة الأخيرة من أسامة البجاوي. إعادة من جديد للتصويب اليسارية والمتابعة من الحارس المتألق في آخر لقاء لفريقه. إلى حد الآن الحماس كذلك من أجل المركز الثاني المؤهل لكأس الأبطال. رفيق الكامرجي في مناطق الأولمبي البيجي ينجح في استرجاع الكرة. فريق الأولمبي البيجي مباشرة خالد الملهي، خالد الملهي ومن جديد إيهاب المباركي، أريسون أفول، إيهاب المسكني، خالد الغرس اللوي. ينتظر صعود خليل شمام، يختار الامداد لإيهاب المسكني والكرة تخرج مناطق الأولمبي البيجي. محمد السليتي محاولة في عكس الهجوم، وأمينو بوبا في المتابعة والتماس للترجي. واضح أن الأولمبي البيجي يخرج أكثر عدد من اللاعبين ويسعى لاكتساح مناطق الترجي، والكرة الأخيرة كانت في اتجاه علاء المكني والتماس. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي حاليا 6 انتصارات 4 تعادلات و14 هزيمة. من جانب الترجي الإحصائيات تقول أنه فاز خلال 16 مقابلة 6 تعادلات وهزيمة، كانت في لقاء الأجوار في نوفمبر 2013. إيهاب المسكني مباشرة إلى خالد الغرس اللوي، والكرة لصالح الترجي الرياضي التونسي. الإشارة من الحكم أنيس بن حسن. شوفوا الكرة الأخيرة من خالد الغرس اللوي واللمسة يد. الإشارة من أنيس بن حسن والمخالفة الجانبية لتشكيلة المدرب رود كرول.
يسعى للفوز مع زوج فرق مختلفة بلقب البطولة في تونس. لاعب الدولي السابق في السبعينات لكرة قدم الهولندية أريسون أفول، متابع المخالفة على مستوى المحور والتغطية. حسين الراقد محمد السليتي الاندفاع، اللاعب الدولي السابق محمد السليتي نذكر بالنسبة لسجله سحب هدف في لقاء أجوار في نهائي كأس تونس 2003 بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي آنذاك بزي الملعب التونسي، ثم انتقل للنادي الإفريقي. نفس الشيء لنبيل المساوي اللاعب السابق كذلك لعديد الأندية منها النادي الإفريقي، واحترف خارج حدود الوطن وقبل الأولمبي البيجي، معنى قبل مرجع العب في المستقبل الرياضي بالمرسى، وسجل هدف حاسم آخرها أمام الاتحاد الرياضي المناسيري في آخر جولة. أمينو بوبا خالد الغرسلاوي، شوفوا الضغط من جانب فريق الأولمبي البيجي باش الترجي يخرج الكرة سليمة انطلاقا من الدفاع ووسط الميدان. أمينو بوبا منذ جانفي إلى جانب تيري ماكان في تركيبة ورصيد البشري للترجي الرياضي التونسي. المدرب كرول اللي اختار من جديد الثنائي حسين راقد وخالد الملهي كثنائي ارتكاز أمام الدفاع. خالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي مكان أحمد العكيشي من الجهة اليسرى ورفيق الكامرجي مكان هيثم الجويني. لو لم يعاقب أحمد العكيشي لربما أقحم المدرب رود كرول من الجهة المحورية لهجوم الترجي وذي الوضعيات. كذلك الإصابة منعت محمد الكوكي بشقح منذ البداية نبيل المساوي، وربما ورقة هامة بالنسبة ليه أثناء المباراة. نبيل المساوي لعب مناطق 18 متر بامتياز، ونفتقر برشا في تونس لي معناها ديبيوتور ومهاجمين ممتازين في محور دفاع المنافس. ونبيل المساوي من اللاعبين اللي عندهم حاسة شم تاع أهداف ممتازة ويكون دائما في مناطق المنافس في انتظار كرات ثمينة. وإلى حد الآن إلى جانب أسامة دراجي وأحمد العكيشي سجلوا 8 أهداف، ويبقى الهدف بغداد بونجيح من جانب النجم الذي الساحلي. كذلك نزار العساوي لاعب الاتحاد الرياضي المناسيري وجيد التوزر سابقا، كذلك لاعب أكد أنه لاعب مناطق 18 متر وكرة قدم تونسية بحاجة لهدفين، خاصة مع انتداب مدرب جديد المنتخب الوطني التونسي البلجيكي جورج ليكانس، المدرب السابق للمنتخب البلجيكي كذلك المنتخب الجزائري. وهذا المدرب عاين لقاء الترجي ونادي الصفاقسي، وكذلك من المنتظر باش يكون اليوم في بنزرتي لقاء نادي البنزرتي ونادي الافريقي. واكيد ايضا تابع تاهل وتالق الشبان، معناها خطوه كبيره للدوره المقبل بعد منتخب التونسي الاواسط بعد فوزه على المنتخب الموريتاني 3-0. ان شاء الله بالتوفيق بعد لقاء العوده للتاهل لنهائيات كاس افريقيا، خاصه انه المنتخب الاواسط ما ترشحش لكأس العالم منذ 1985. المخالفة حاليا كما تابعتم لصالح فريق الأولمبي البيجي إلى حد الآن لا شيء يذكر بالنسبة للمحاولات الخطيرة من جانب الفريقين باستثناء ركنية للأولمبي البيجي، وكذلك المحاولة من رفيق الكامرجي والتصويبة. إذن الإنذار الأول من جانب تشكيلة المدرب محمد الكوكي، وعاطف المازني منذر رقم 7 بعد التدخل الأخير في وسط الميدان. إذن مخالفة لخالد الغرسلاوي كان بتابع بعد انتداب من جانب الترجي، عنده إصابة في الأربطة المتقاطعة ورجع. وأكيد الاختيارات من جانب المدرب رود كرول اليوم طرحه أساسي من الجهة اليسرى لوسط ميدان وهجوم الترجي الرياضي التونسي. الترجي اللي بالنقاط مخسر كان زوز نقاط معناها على ميدانه
وقت يستقبل الأولمبي البيجي ما حقق كان انتصار وحيد خارج الميدان كان فريق المستقبل الرياضي بالمرسى 3-2 كان ذلك أيضا مع المدرب محمد الكوكي. 20 دقيقة في المباراة رقم 56 بين الفريقين الأولمبي البيجي والترجي ونتيجة دائما 0-0. خليل شمام، خالد الغرسلاوي، حسين الراقد، خليل شمام، أمينو بوبا. تبقى الكرة في محور دفاع الترجي، خالد الملهي مباشرة لخالد الغرسلاوي، كرة لرفيق الكامرشي وكذلك إيهاب المساكني، إيهاب المباركي، أريسون أفول، أريسون أفول البلوك والكتلة من جانب الأولمبي البيجي. هل ستتمكن من مواصلة نفس النسق من خلال البحث على المحاصرة اللصيقة والمتابعة لأبرز لاعبي الترجي؟ نشوفوا المهم بالنسبة للاعبي الأولمبي البيجي حاليا عدم معنى إيصال كرات الثمينة للكامرجي، أيضا يهب المساكني وكذلك اللعب على الأروقة وإيجاد المساحات من جهة أريسون أفول وخالد الغرسلاوي. خالد الملهي، أريسون أفول، يهب المباركي، والتغطية حاسمة من محور دفاع الأولمبي البيجي قبل ما توصل الكرة لرفيق الكامرجي أمينو بوبا. حاول يبعد على محمد السليتي، من جديد الكرة ترجع للترجي الرياضي التونسي وخليل شمم، وفوت المحاولة الأخيرة حمدي الورهاني. يسترجع الكرة الأولمبي البيجي في وسط الميدان، حمدي الورهاني إلى محمد السليتي وقبله أمينو بوبا وشمس الدين الذوادي، والتوزيعة من حسين الراقد لأريسون أفول. أريسون أفول، أريسون أفول، والمحاولة بعيدة على المرمى. الكرة الأخيرة من الدولي الغاني ثم متابعة من الحارس قيس العمدوني. كانت توزيعة في العمق من حسين الراقد إلى أريسون أفول، والمحاولة الأخيرة ما كانتش ناجحة من أريسون أفول. حاول التصويب مباشرة بالرجل اليسرى، من جديد آخر المحاولات، يهب المباركي، البحث على رفيق الكامرجي ووائل النفزي في التغطية. إذن إلى حد الآن ما فماش فرص كبيرة سانحة للتسجيل من الجانبين في جولة هامة بالنسبة للفرق اللي تلعب من أجل البطولة وكذلك المراكز المؤهلة لمسابقات عربية وأفريقية السنة المقبلة، وأيضا تفاتي النزول كما لقاء جرومبيليا ونجم المتلوي، لقاء الوطنية الأولى بين النادي البنزرتي والنادي الأفريقي رهان في هذا اللقاء، أيضا ملعب بن جنات مباراة الاتحاد الرياضي المنصري وجيد الدوسر، كذلك قوافل قفصة والملعب الكيبسي اللي في مركز ممتاز مع إطار فني تونسي شهاب الليلي. شوفوا أيمن العياري وبتبع سيستأنف اللعب والكرة مباشرة لصالح الأولمبي البيجي، والأربعاء المقبل أيضا لقاءات هامة بالنسبة لأصحاب الطليعة والمراكز الأولى، وأيضا لقاءات في أسفل الترتيب خاصة لقاء نجم المتلوي والملعب التونسي، ويوم الأحد المقبل أيضا ملعب التونسي وشبيبة القيروان، وكل أسبوع ثم لقاءات هامة في أعلى ترتيب ولقاءات هامة في أسفل الترتيب، ويتخلل ذلك لقاءات الكأس يوم 20 أفريل المقبل، خاصة لقاء الترجي والأولمبي البيجي، وسيتجدد الموعد بين الفريقين. لكن واضح أن فريق الأولمبي البيجي فريق كأس، وآخر كأس فاز به في رادس أمام النادي صفاق سنة 2010. لو يخيروا معناها المسؤولين بين الكأس وأيضا البقاء في رابطة المحترفة الأولى، أكيد يكون البقاء، وكذلك مشوار كبير في الكأس، لكن المهم هو البقاء في رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وهذا مسعى كل الأندية. يهب المباركي، حسين الراقد، أريسون أفول، حسين الراقد، يهب المساكني،
خالد الغرسلوي في رصيد هدفنا حاليا مع الترجي، يختار التوزيع أيمن العيار في التغطية أمام رفيق الكامرجي إلى حضر هنا التوزيعات العرضية، قد محور دفاع الأولمبي البيجي حمدي الورهاني، والكرة مباشرة لإيهاب المباركي. أريسون أفول إلى رفيق الكامرجي، لكن صدام بن عزيزة اللاعب السابق للنجم الساحلي يبعد الكرة من مناطق الجزاء. إيهاب المباركي والتغطية من دفاع الأولمبي البيجي. قراءة سليمة إلى حد الآن للمحاولات الجانبية والكرات العرضية من متوسط ميدان، والظهيرين من جانب الترجي صدام بن عزيزة أيضا وائل النفزي وأيمن العياري إلى حد الآن يخذو في كرات ممتازة، وأيضا الانتيسيباسيون أمام التوزيعات العرضية والمحاولات الثنائية والثلاثية للتجاوز محور دفاع الأولمبي الباجي. التوزيعة الأخيرة والحارس معز بن شريفية كان عاطف المازني إلقاء المساحات، توغل من الجهة اليمنى وحاول التوزيع والبحث على محمد السليتي، كذلك سحب تصويبات رأسية محمد السليتي. بالنسبة للموسم الفارط في لقاءات المجموعات كان الترجي فاز ذهابا وإيابا من جديد. أريسون أفول والتصويبة الأخيرة ورفيق الكامرجي، وتصطدم بدفاع الأولمبي البيجي، وأبرز ما يمكن ذكره من جانب الترجي يختار هذه المرة التوزيعات عبر المحور ويدخل في اللاكس متاع الدفاع أريسون أفول، وتصويبات ترجع من دفاع الأولمبي البيجي. في هذا الربع ساعة الأخير للشوط الأول في ثاني محاولة من أريسون أفول لاختراق محور دفاع الأولمبي البيجي، كانت محاولة أولى وتصويبة يسارية ثم محاولة ثانية وكرة مرتدة حاول استغلالها رفيق الكامرجي. معز بن شريفية، خالد الغرسلاوي، خليل شمام سادس موسم والخامس على التوالي في مشاركته في كأس الأبطال والكؤوس الأفريقية مع الترجي الرياضي التونسي، لعب أيضا كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أريسون أفول أحد اللاعبين الحاسمين حاليا في تركيبة المدرب رود كرول، ويربح المخالفة. شوفوا أريسون أفول، الإشارة من الحكم المساعد الثاني محمود موسى، أكيد عنده ورقة هامة كما عبد المؤمن جابو في النادي الأفريقي، محاولة الوصول لكأس العالم. شوفوا المحاولة من رفيق الكامرجي مارتين، تصدم الكرة بوائل النفسي في التغطية إلى جانب أيمن العياري. أكيد أريسون أفول يسعى للتواجد في القائمة تاع الإدارة الفني للمنتخب الغاني اللي عنده مجموعة صعيبة فيها المنتخب الألماني، نفس الوضعية لعبد المؤمن شابو مع ظهيد هاليلوزيتش، مجموعة فيها المنتخب البلجيكي وكذلك منتخب الكوري الجنوبي والمنتخب الروسي، جوج منتخبات باش يواجهوا المنتخب التونسي وديا في شهري ماي وجوان. خليل الشمام على مستوى القائمة الثاني يختار التصويب المباشر قائد الترجي الرياضي التونسي، والكرة خارج الميدان. إعادة من جديد للمحاولة من خليل شمم، مدرسة متاع حراس بتبع مدرسة الأولمبي البيجي منذ صعوده في الثمانينات، شفنا عديد الحراس الممتازين. كرة من جديد في وسط الميدان، محمد السليتي يبحث على الحلول عبر الأروقة حمدي الورهاني كذلك لعب في عديد الأندية في تونس، وميست واللعب الرجل اليسرى والتماس من عاطف المازني. المتابعة من خليل شمام، والكرة لصالح الأولمبي البيجي اللي تحصل
منذ الدقيقة الأولى على الركنية. كانت التغطية من دفاع الترجي، ركنية جديدة لتشكيلة المدرب محمد الكوكي الساعي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الميدان. توزيع على مستوى القائمة الثاني من يوسف الترابلسي صاحب هدف إلى حد الآن في سجله مع الفريق من جانب الترجي. الثنائي الهدف مش موجودين، أسامة الدراجي احتياطي، محمد العكيشي خارج القائمة لأسباب تدريبية، وجوزيف يانيكن جانك صاحب 5 أهداف كذلك يستعد للرجوع للفريق الأول. أمينو بوبا، خالد الغرسلاوي، خليل شمام، إيهاب المساكني، شمس الدين الذوادي، أريسون أفول، كرة خاطئة من أريسون أفول ما وصلتش لإيهاب المباركي، أيضا نفس الوضائع من جانب فريق الأولمبي البيجي، كرة ما توصلش إلى محمد السليتي. حسين الراقد أكيد إضافات في الاستوديو التحليلي بعد نهاية الشوط الأول وقراءة في الجانب التكتيكي وأداء الفريقين. الأهداف متبينة أكيد، الترجي لمواصلة المحافظة على الفارق مع منافسيه والأولمبي البيجي لربح نقاط للبقاء في الرابطة المحترفة الأولى. مباشرة إيهاب المباركي طلب الكرة الأخيرة، أريسون أفول، أريسون أفول أمام وائل النفزي، توزيعة جديدة في المحور لرفيق الكامرجي ويتحكم في التوزيعة الأخيرة الحارس قيس العمدوني. توزيعة العرضية رفيق الكامرجي، قلب هجوم إلى حد الآن بعض المحاولات شكلتش خطورة على مرمى حارس الأولمبي البيجي بعد تصويبة ومحاولة تصويبة رأسية بعد توزيعة من أريسون أفول. خالد الملهي، توزيعة عرضية لإيهاب المباركي، تركيز على الجهة اليمنى في لعب ترجي في الدقائق الأخيرة، وين موجود إيهاب المباركي وأريسون أفول وأيضا إيهاب المساكني. شمس الدين الذوادي يختار التغيير مباشرة لخالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي مع عاطف المازني، عملية فنية من خالد الغرسلاوي، توزيعته ضعيفة. حمزة جلاسي توسط الميدان الدفاعي في مناطق الجزاء. شمس الدين الذوادي لأريسون أفول أمام وائل النفزي، الأولوية للدفاع الأولمبي البيجي. محمد السليتي، محمد السليتي، محمد السليتي، والمخالفة، مخالفة لصالح الأولمبي البيجي اللي محمد السليتي يربح الحوار أمام دفاع الترجي الرياضي التونسي. نتابع العملية الأخيرة والهفوة المرتكبة من أمينو بوبا أمام محمد السليتي وكرة سانحة. شوفوا محمد السليتي والمخالفة ضد أمينو بوبا، كانت توزيعة من خالد الغرسلاوي في مناطق الأولمبي البيجي، ينتقل الهجوم لتشكيلة المدرب محمد الكوكي والمخالفة مصدرها قلب الهجوم الخطير محمد السليتي في هذه الدقائق الأخيرة للشوط الأول. إذن كرة ثابتة ومسافة قريبة من مرمى الحارس معز بن شريفية. نتابع مآل هذه المخالفة، رقم 17 يوسف الترابلسي محمد السليتي، وكذلك أيمن العياري أمام الكرة. وأبرز ما يمكن ذكره في هذا اللقاء 18 متر بطبع المسافة المقدرة، المسافة الكرة الأخيرة تصطدم بدفاع
الترجي الرياضي التونسي وتفويت الفرصة من جانب الأولمبي البيجي في استغلال كرة ثابتة قريبة من مرمى الحارس مؤاز بن شريفية. لم يحسن الأولمبي البيجي تنفيذ المخالفة الأخيرة. ترجع الكرة للترجي الرياضي التونسي. حسين الراقد، خالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي، حسين الراقد، إيهاب المباركي، أريسون أفول، إيهاب المباركي، واسترجاع الكرة من حمزة جلاسي. حمزة الجلاسي مباشرة للترجي الرياضي التونسي. سوء تفاهم مع علاء المكني يلعب من الجهة اليمنى والإصابة من جانب الترجي الرياضي التونسي. إذن في اللحظات الأخيرة كانت مخالفة لصالح الأولمبي البيجي. شوفوا الإصابة اللي لحقت إيهاب المباركي اللي خذ مكان كأساسي في غياب سامح الدربالي والمدرب الهولندي رود كيرول. من جديد المخالفة من محمد السليتي. اختيار كان خاطئ بطبع. كرة لم تتجاوز الجدار الدفاعي للترجي الرياضي التونسي والإطار الفني والمسير لفريق الأولمبي البيجي. 22 نقطة إلى حد الآن ومطالب بتجاوز معناها الحد متاع 30 نقطة للبقاء في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نادي حمام في البارح اختار خطوة معناها 27 نقطة. وضعية أيضا متشابهة لشبيبة القيروان نجم المتلوي جديد التوزر الاتحاد الرياضي المنستيري. لقاء عنده انعكاسات أيضا يتابع فيها أكيد الأولمبي الباشي بين الجرومبالي الرياضي ونجم المتلوي باعتبار أنه نجم المتلوي أحد الفرق اللي باش يقابلها الأولمبي البيجي في الجولات الأخيرة. أريسون أفول، إيهاب المساكني، كرة ما توصلش لإيهاب المباركي. أكيد الغيابات عندها وزنها بالنسبة للخط الأمامي من جانب الترجي، خاصة التوغلات والبركيسيون من جانب أحمد العكيشي، كذلك هيثم الجويني هداف الفريق في اللقاءات الأفريقية، كذلك في لقاء الأجوار خالد المولي رفيق الكامرجي أريسون أفول. تبقى الكرة لصالح الترجي والأولوية من جديد للدفاع الأولمبي البيجي. يبعد المحاولة الأخيرة وائل النفزي. كرة في وسط الميدان أسامة الجلاسي، أيمن العياري، أسامة البجاوي. من جديد التدرج من حمزة الجلاسي والكرة لفريق الأولمبي البيجي في الدقائق الأخيرة للشوط الأول. في شوط لم يبلغ المستوى المأمول وغياب النسق القوي حمدي الورهاني. استرجع الكرة الأولمبي البيجي أيمن العياري. صعود من أيمن العياري أريسون أفول. خالد الملهي، أمينو بوبا، خليل شمام. المتابعة من عاطف المازني في مباراة داخل المباراة مع خالد الغرسلاوي. عاطف المازني اللي في بعض الوضعيات يكون جناح من الجهة اليمنى ويوزع في مناطق الجزاء. أكيد التوصية من محمد الكوكي المهم عدم قبول أهداف خلال الشوط الأول. وضح المسعى من الأولمبي البيجي اللي يفتك الكرة عالي يحاول ما توصلش الكرات الثمينة لمناطق الأولمبي البيجي، وهذا منطقي من خلال الجدار انطلاقا وسط الميدان.
وامام الدفاع الترجي في المقابل يختار التوغلات عبر الأروقة. هذه المرة يهب المباركي يربح المخالفة، حاول يفتك الكرة بعيدة شوية على مناطق فريق الأولمبي البيجي. الترجي الإجابة كانت عبر التوغلات الفردية، وهذه المرة مخالفة جانبية يتحصل عليها يهب المباركي، وكرة جانبية. خليل شمام وأريسون أفول، والمسافة أمامكم 31 متر. قبيلك سليتي لم يستغل مسافة قدرت ب 18 متر معناها من مرمى الحارس معز بن شريفية. خليل شمام والتغطية من صدام بن عزيزة، تبقى الكرة لأمينو بوبا ثم خالد الغرسلاوي. أمينو بوبا التماس للأولمبي البيجي، نفس الوضعية من جانب الترجي، عدم استغلال الكرة الثابتة الأخيرة والأولوية للدفاع الأولمبي البيجي. عاطف المازني، محمد أسليتي، خالد الغرسلاوي. مخالفة للترجي الرياضي التونسي، دقيقة ونصف قبل نهاية الوقت القانوني للشوط الأول. التعادل دائما صفر مقابل صفر. علاء المكني في التدخل الأخير أمام خالد الغرسلاوي. شمس الدين الذوادي، رفيق الكامرجي مباشرة لعلاء المكني، ترجع لخالد الملهي. أمينو بوبا، خالد الملهي يهب المباركي، حسين الراقد يهب المباركي، معز بن شريفية، أمينو بوبا ينتظر في المساندة، حسين الراقد، شمس الدين الذوادي. توزيعة عرضية لخالد الغرسلاوي، لكن عاطف المزني قبل خالد المولي. خالد الغرسلاوي، حسين الراقد، التوزيعة، التمهيد، خليل شمام. خليل شمام والكرة ضعيفة لقائد الترجي، وتدخل من قيس العمدوني. من جديد البحث على حلول وثغرات في المحور، هذه المرة خليل شمام، والكرة الأخيرة ضعيفة مباشرة في دين الحارس قيس العمدوني بعد تمهيد في محور دفاع الأولمبي البيجي. دقيقتين وقت بديل مقدرة من الحكم أنيس بن حسن لهذه الفترة الأولى اللي غابت فيها الفرص الكبيرة والواضحة للتسجيل وقيمة النتيجة خاصة للأولمبي البيجي. والكرة الأخيرة خارج الميدان، معناها نقاط ثمينة في أسفل الترتيب، والترجي كذلك يحاول تأكيد الانتصار الأخير في لقاء القمة، ولقاء قيل عنه أنه لقاء حسم البطولة، لكن رئيس الفني الترجي أكد أنه بعد المباراة البطولة مازالت طويلة. توزيعة الأخيرة لإيهاب المساكني، والأولوية لأيمن العياري، ممتاز في استرجاع الكرة أيمن العياري. كرة خاطئة من محمد أسليتي. أمينو بوبا، شمس الدين الذوادي، إيهاب المباركي، حسين الراقد، أريسون أفول، حسين الراقد من جديد، التدرج بالكرة من جانب الترجي، خالد الغرسلاوي، انتظار خليل شمام، لكن دفاع الأولمبي البيجي بالمرصاد أكيد. اقرا تدرج الترجي، والجانب التكتيكي هام جدا في تحذير المباراة للفنيين محمد الكوكي ورود كرول. أريسون أفول والكرة مباشرة لحارس الأولمبي البيجي. جرب الترجي عديد الوضعيات عبر المساندة، وتفوق العددي من الجهة اليسرى كذلك الجهة اليمنى في المقابل. الأولمبي البيجي يسعى لإيجاد وضعيات
في المحور لمحمد السليتي وكذلك الجهة اليمنى وين موجود عاطف المازني. تفاصيل أداء الفريقين في الأستوديو التحليل، لكن قبل ثم جمال حسناوي مباشرة. شكرا لك عبد الرحمن على التعليق هذا الشوط الأول. مباشرة حافظ قيتوني مدرب مساعد أولمبي الباجي، شوط أول أولمبي الباجي بلاش أخطاء، شوط تكتيكي بامتياز للأولمبي الباجي. الحمد لله، يعني تونس كامل تعرف الترجي الرياضي، تعرف نقاط القوة نتاعها، درسنا المنافس كما يلزم، الأولاد طبقوا التعليمات اللي عطيناها المسبوع كامل ويخدموا عليها. ما كناش صحيح موافقين في يعني في البناء الهجومي برشا، إن شاء الله مع أكثر حركية نتاع الخط الهجومي نتاعنا قادرين باش نخلقوا أكثر فرص وقادرين باش نجسموا ونعودوا بنتيجة إيجابية. تاخذوا المجازفة في الشوط الثاني باش نراو الميساوي، باش نراو فما مجازفة الأولمبي الباجي، ولا باش تحافظوا على نفس التكتيك؟ يعني مقابلات الكل، يعني هذه اللي جايتنا الكل يلزم نجيبوا فيهم نقاط. صحيح عن ورقتنا بالمساوي شكالة مسكون يعني في بقية المقابلة، إن شاء الله بالفريشار فيزيك متاعه مع ليزور فيزيك للترجي الرياضي، يعني نعرفوا اللي قام ثلاثة مقابلات في أسبوع الفارط، يعني إن شاء الله باش يحدث الفارق في قدم الأوقات. شكرا لك حافظ. نمشي مباشرة لإسكندر في الاستوديو التحليلي لهذا الشوط الأول. نعم شكرا لك. بيجي التعادل دون أهداف، نعطيكم نتائج الأشواط الأولى. بالنسبة لبقية لقاءات دفعة اليوم الجولة التاسعة إياب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، النادي البنزرتي النادي الإفريقي تعادل دون أهداف، الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي بحال كنتوا تتابعوا فيها دون أهداف، مستقبل مرسى النادي الرياضي الصفاقسي تعادل دون أهداف، النجم الرياضي الساحلي شباب القيروانية تعادل 1-1، كان النجم افتتح النتيجة دقيقة 18 بإمضاء بغداد بونجاح، وبوبكر سيلا يعادل كفل شباب القيروانية في الدقيقة 40، في حين تو نرجع نحكي من بعد القوف القفصة وملعب الجيبسي. الشوط الأول ما بين الاتحاد المنسيدي وجريد التوزر تعادل دون أهداف، وأيضا لحدود دقيقة 51 لحد الآن جرومبيلي الرياضية نجم متلوي تعادل دون أهداف، مع العلم وأنه نجم متلوي يلعب 10 لاعبين منقوص من اللعب بعد حصول على ورقة حمراء. إلى حدود دقيقة 27 إلى حد الآن في لقاء القوافل الرياضية بقفصة والملعب الجيبسي، والقوافل المتقدمة بهدف مقابل صفر بإمضاء محمد علي بن حمودة، كان ذلك في دقيقة الخامسة. يعني كيف عرفت قوافل القفصة والملعب الجيبسي؟ هم نرجع لك تو، قوافل القفصة متقدم عادل على الملعب الجيبسي هدف مقابل صفر، ولكن معلومة ونقع منع الإعلاميين من الدخول والقيام بعملهم وتخطيط لقاء قوف القفصة والملعب الجيبسي في ملعب قفصة، وتأخر اللقاء توا وفيه الأشواط الأولى ما عدا لقاء قفصة والملعب الجيبسي لحدود تقريبا دقيقة 28 والأسبقية للقوافل الرياضية. والأسباب بقفصة الأسباب ما نعرفوش الأسباب بتبيع عادل، الأسباب الحدث هو وقع منع الإعلاميين من الدخول والقيام بمهام حسب معلومات اللي عندي، وأنه خليوا بعض الإعلاميين يدخلوا لكن من غير الأجهزة التقنية متاعهم، من غير كاميرا، من غير غيره غيره غيره، ولا أدري السبب بالتحديد شنية. ممكن اليوم في الأحد الرياضي يعطيوا أكثر تفاصيل في مثل هذه الأشياء. مانيش باش نلقي اللوم على قوافل القفصة، ما عنديش الحق باش نلقي اللوم، ولكن نقطة استفهام أمام ما يحصل. هل شوية فيح عادل مباراة تمشي على العالم في حار برشا فيح أمور 5-5 وجي في مباراة هكاها وسمعنا هاو ما يخليوش الإعلاميين يدخلوا، هاو منع التلفزة، هاو كذا، هاو غضب، هاو ردة فعل، مانيش عارف علاش، نقاط استفهام. على كل الحمد لله ما جاش اللقاء يتبث على المباشر، ولا راهو اللقاء كامل وقاء الغاء بثه على المباشر. ماهر أولمبي الباجي الى حد الان تقريبا نتيجه طيبه باعتبار المباراه خارج القواعد ضد من؟ ضد الترجي صاحب المركز الاول في البطوله، وفي حاجه الأولمبي الباجي على الاقل نقطه تعادل هي نتيجه الشوط الاول الى حد الان. صحيح، معناها في الأولمبي الباجي في حاجه النتيجه ايجابيه من المقابله هذه، وبالتالي معناها الشوا اللي اختاره المدرب اللي هو أربع مدافعين لاعب ارتكاز ثم أربعة لاعبي وسط ميدان وسليتي كرأس حربة، معناها عطاء أكله في الشوط الأول. نشوفوا اللي الأولمبي الباجي اختار أن بلوك مويا، معناها خلى الثلث للترجي الرياضي التونسي، رجع لوسط الميدان وقام غاديكا معناها بالزون بريس في وسط الميدان، وتتحول للزون هذه أكثر إلى نشوفوه حتى للانديفيدويال، معناها المحاصرة الفردية لكل لاعب تقريبا من لاعبي الترجي، وبالتالي معناها سد المنافذ الكل امام لاعبي الترجي على الاروقه او في وسط الميدان. وشفنا معناها تقريبا الترجي ما خلق حتى فرصه، معناها خطيره سانحه للترجي، فرصه وحيده تو بعد تقريبا فرصة في اخر الشوط ما كانتش فرصه معناها اللي تهدد برشا، معناها نتاع هدف اللي كانت واضحه فهمت. لكن تبقى كان تركيز الاولمبي الباجي الكل تقريبا في الشوط هذايا
تركيز دفاعي. ما شفناش الأولمبي البيجي في الفاز أوفنسيف، معناها الترانزيسيون ما كانتش تصير بصفة سهلة أو بصفة سريعة أو بصفة معناها مجدية. كنا نشوفوا السليتي تقريبا وحده في خط الهجوم، ما ثماش دعم من الكل من علاء المالكي أو يوسف الترابلسي أو حتى حمدي الورهاني، معناها كان معزول تقريبا، والشيء اللي خل معناها ما خلاش الأولمبي البيجي يخلق فرص اللي تهدد برشا مرمى الترجي. نعم، هذه الفرصة الأولى اللي كنت اخترتها. الفرصة الأولى تقريبا نشوفوا لهنا مش الدعم حديث كلامنا على الانديفيدويال، معناها تقريبا المحاصرة الفردية، نشوفوا لهنا أفول، شوفوا شكون معاه وائل النفزي اللي هو تقريبا الظهير الأيمن مع لاعب الرواق تاع الترجي. معناها أفول كان يلعب على الرواق اليمين، ووائل النفزي اللي كان يلعب معناها كلاعب ظهير أيسر. نشوفوا اللي أفول معناها رغم اللي أفول دخل الوسط الميدان، إلا وائل النفزي خلى الزون نتاعو، خلى المنطقة نتاعو، وتبع أفول حتىش اللي افتك الكرة من عنده. ونشوفوا لهنا يأكد كلامنا اللي ثم الانديفيدويال، معناها الانديفيدويال بالنسبة للاعبي الأولمبي الباجي في افتكاك الكرة. ثم عندنا لقطة ثانية اللي مش توضح لنا شوية، معناها تقريبا هي الفرصة الوحيدة للأولمبي الباجي اللي كانت فيها لا ترانزيسيون، معناها التحول من الصبغة الهجومية للصبغة الدفاعية للصبغة الهجومية في الدقيقة 19، معناها السليتي اللي المخالفة اللي جات للأولمبي الباجي. عطونا قاعدين نحضروا بطبيعة الحال، معناها تقريبا هاي العملية هذه لهنا، شو التحول الهجومي لهنا، تمريرة في العمق لابيل، شوفوا في ظهر المدافعين، كان سليتي معناها كانت فرصة خطيرة بالنسبة للأولمبي الباجي اللي كان يسجل بها، تقريبا الوحيدة في الفترات اللي فك فيها الأولمبي الباجي الكرة متاعه في الشوط الأول. معناها كلهم ما كانوش إلنهم با أبوتي، معناها الترانزيسيون متاع الباجي كلهم إلنهم با أبوتي، الاختيار معناها سيء في الجست تكنيك الصحيح، سواء في الباس في التمريرة أو في معناها في الاختيار التكتيكي، وبالتالي الفرصة الوحيدة اللي ما دام نحكيو في نفس اللقطة بوبا لهنا زعلي، يعني النجم نقولوا لاعب ذكي جدا باعتبار وانه فرصة كانت سانحة للتسجيل بالنسبة للأولمبي الباجي، يقول لك اخاف الأضرار خليني نتحصل على ورقة صفراء، المهم الترجي الذي التونسي ما يقبلش، ولا شنو النجم مفسرها بالضبط اللقطة هذه؟ فسروها على الساعة السليتي كيفاش يعمل لابيل في الظهر الصح، هذه غلطة معناتها الأولانية اللي يعمل لابيل، وهذيك سلاح الأولمبي الباجي اللي جاي به باش يلعب بلوك ويلعب على الكونتر خاطر ما عندوش حاجه اخرى نجم يعملها، هذه غلطه ذكى هو بوبا كيف عمل الفوت قبل ما يدخل السليتي الاستزمات وتولي فيها مشاكل، يعني نقطه ايجابيه بانه ما خلاش يدخل كونتاكت ومخالفه وياخذ ورقه صفراء بالنسبه للي كنت يخاف الاضرار يوم اللي يدخل الاستزمات وتجيب ضربه جزاء تولي إذا كان مش هدف. هدف إذا كان مش ورقة حمراء وكما جاش نباكي من غاديك كما جاش نباكي قريب كان تكون ورقة حمراء مش ورقة صفراء. واضح مهر، نواصل معك قبل ما نعطيك كلمة زعلي. قلنا معناها تقريبا الفرصة الوحيدة اللي كانت في الدقيقة 35 اللي شفناها تو المخالفة هذه تقريبا هي اللي كيا بوتي، معناها اللي جابت نتيجة في جل المحاولات اللي قام بها الأولمبي الباجي اللي كانت توفى بتمريرة خاطئة أو اختيار سيء للزميل اللي مش مرر الكرة، وبالتالي الترانزيسيون الكل متاع باجة ما كانتش إفكاس من الناحية الهجومية. تقريبا جروسو مودو معناها الأولمبي الباجي حقق المبتغى متاعه في الشوط الأول، جاي باش ما يقبلش أهداف، ما خلق الترجي حتى فرصة، انتشار جيد على الميدان، اختيار معناها جيد بالنسبة للاختيار التكتيكي اللي قام به المدرب. تبقى أسكو الأولمبي الباجي مش يكمل على نفس المنوال بنفس التركيز بعدم قبول الاهداف مبدئيا، خاصه من الناحيه البدنيه. نعرفوا اللي معناها الشوا هذايا يتطلب برشا ايفور فيزيك، معناها الشوط الثاني مش يكون حاسب بالنسبه للتخوفات من الارهاق البدني. واضح جدا الى حدود دقيقه 35 قوف رياضيه بقفصه مازال متقدم على الملعب الجيبسي بهدف مقابل صفر الزعلي الترجي الرياضي التونسي، مع التغييرات اللي كنا تحدثنا عليها مع قبل بدايه هذا اللقاء بطبيعه الحال لحد الان ما يتمكنش من خلق فرص سانحه للتسجيل، ما عدا تقريبا لقطه وحيده باش نرجعوا لها بعد. اللي كان يحكي فيه ماهر الكل شجع الترجي، شجع الاولمبي الباجي على الوقفه نتاعو، علاش الترجي اللي كان ينقص الترجي هو الريتم، ساعه ما فماش ريتم، الريتم قاعد يمشي كيما تخرج الكره من التالي كيما توصل للوسط كيما ما فماش شانجمون ريتم في 30 متر الاخر على الاقل، والترجي في 30 متر الاخرانيين قاعد يخسر في الكره. بطبيعه الحال البلوك بتاع الاولمبي الباجي عاون على خاطر هو يلعب اون بلوك وقاعد
وقاعد واقف كما يلزم، يقبل في اللعب ويقبل في اللعب ويقف كما يلزم. الهدف نتاع الاولمبي الباجي هو كونه ما يقبلش اهداف، ونجح الى حد الان الاولمبي الباجي نجح على خاطر الترجي في اللي 30 متر الاخرانيين قاعد يضيع في الكوره ويضيع في لي باس، والهجمه مش قاعده تكمل كما يلزم. ديما يلزم تكون فما فينيسيو في الهجمه بعد، يا تكون بسونتراج يا تكون بتير تكون بحاجه. اليوم الترجي في الشوط الاول ما شفناش فرص، اول مره الترجي في الشوط ما يخلقش حتى فرصه تاع هدف، فرصه معناتها صحيحه معناتها صحيح قبلها. قلنا على الفرصه بتاع دقيقه 40 تاع شمام باس من عند المولي اللي ان شاء الله لازم نشوفوها اللقطه بالطبيعه اللي كانت اللقطه هو باس من عند المولي بعد لابيل من عند المساكني ولا باش مش 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 هذه هي ما عندك غير الباس او كلابيل وتحذير مع عند المساكني، وكانت نجم تكمل مخير على كل حال. هذه اللي قال مير ماهيش فرصه سانحه، ماهيش فرصه خطيره برشا، اشتغل فرصه اشتغل فرصه ما كانت نجم مقارنه بما جرى في الشوط الاول تتسمى فرصه. هذا ولا تسمى فرصه على خاطر الشوط كامل فما فرص لمنا والحقيقه ان شاء الله نشوفوا تغيير في الشوط الثاني اللي نجم على خاطر اذا كان تغيير في اللاعبين ولا في النتيجه. لا في النتيجه وفي الاداء، خاطر كان باش تقعد تلعب بالريتم هذايا ماكش باش تسجل قدام فريق واقف كما يلزم. صعيب ياسر، لازمك تبدل حاجه. واضح نشوف الحكم وقف مليح في الشوط الاول ولا لا، وبعد ذيك نقعد لنا وقت نرجعوا نحكيوا التكهنات وشنو يلزم يسير وما يسيرش في الشوط الثاني. عادل الشوط الاول اللي جلب انتباهي هو الوقفه الباهيه وفايقين معناها في 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 وسط المباراه، هما المساعدين الزوز مروان السعد ومحمود موسى اللي ما شفنا منهم حتى غلطه. الحكم كيف كيف زاد قام بواجبه في وسط المباراة. ماك تعرف اسكندر بريمير ميتون فمني ما نجموش نحكموا على الحكم الا بعد المباراة معناها، اما كشوط اول عامل معناها قائم بالواجب نتاعو، حتى بالنسبة لي انا حتى غلطة اخترنا لا ما فماش حتى غلطة. انطلاق المباراة انطلاق هذيك الانطلاق المباراة كانت دقائق نجلوا الاسباب الاسباب ما عنده حتى عذر معناها في الموضوع هذا. شفناهم معناها كي وقت في الديبليكس مع سي جمال في وسط الراه التيران، شفناهم فهمني معناها دخلوا قبل المباراة كان عليها انه يبدا قبل لك الثلاثة دقائق هذيك. اخترنا زوز لقطات، لقطة لو كان باش نفكرك فيها اسكندر الاسبوع اللي فارت معناها اللي اللاعب وقت اللي يصير الصدام والحكم يوقف اللعب كيفاش معناها اون ريبرون بار بالاتير، وكيفاش اللاعب اللي معناها يستعمل الروح الرياضيه وين يرجع يلزمه الكره. احنا اللي شفناها الاسبوع اللي فات انه اللاعب كي رجع الكره رجعها في البارتي نتاع المنافس نتاعو مشى عمل عليه بريس بحذا الكورنير. هوني معناها تعرف اللي الاصطدام اللي يصير معناها او نيفو فهمني نتاع الكران يلزم اوتوماتيكمون الحكم يوقف اللعب باش معناها يلفي اسكو يكون لاباس واحد اي بوي اون ريبرون معناها نعاودوا نرجعوا بالعمليه الاسقاط ونشوفوا كيفاش لاعب الترجي الرياضي بعد العمليه الاسقاط كيفاش فهمني معناها نكملوا مثال الشكاكه. سي توفيق هوني بعد خروج راقد الحكم يعمل عمليه الاسقاط نتاعو واللاعب نتاع الترجي يرجع الكره الحارس هوني نعم. الالتحام انك فهمني معناها اوتوماتيكمون يلزمك توقف اللعب على خاطر اختر برشا انك معناها تصير العمليه. شوف هوني معناها كيفاش الروح الرياضيه يرجع له الكره فهمني معناها في المناطق نتاعو مش كيما ريناها الاسبوع اللي فارت فهمني انه رجع لا هوني معناها ما تكونش ان كادو امبوزوني اني رجع لك الكره في مناطق ونعمل بعد الضغط. نرجعوا للعمليه نتاع اللقطه اللي بعد نتاع السليتي كيفاش ما كانش ثم انفراد بالحارس وما كانش معناها ثم هدف محقق وما كانش الميتريز معناها لابال ما كانش مشد الكره نتاعو السليتي، وكان عنده على الاقل فما زوز لاعبين اللي هو اللاعب اللي خذا الانذار هوني وفما الذوادي معاه وما كانش فهمني معناها ثم الورقه الحمراء والحكم اعطى الورقه الصفراء اللي يستحقها اللاعب. وشوف حتى الكيفيه كيفاش اعطاه معناها الانذار يخلي معناها
الناس تشوف شكون اللاعب اللي خذاه الانذار، مش معناه انه يعطيها في وسط كافيواش. واضح الكيفيه معناتها كيفاش اعطاه الانذار، هذه اللي ما فهمتهاش المحاله معناتها الطريقه، يعني شنو الطريقه؟ لا نقولوا احنا اللاعب وقت اللي باش ياخذ الانذار خلينا نكونوا متفقين، يعني المخالفه صحيحه، يعني المخالفه سي توفيقك المخالفه صحيحه والقرار اللي داري صحيح. واضح. اما وقت اللي تجي تعطي انت انذار، وشفناها في مباراه مش لازم نحكيوا على شكون الواحد، المباراه في كاس افريقيا ومع بعضنا، انه وقت اللي تعطي الانذار تبدا تمد الورقه الصفراء نتاعك، حتى الصحفيين والجمهور ما يعرفش شكون اللي خدا الانذار. احنا شفنا هون يانيس بن حسن كي خرج اللاعب ومد له الانذار باش نعرفوا احنا شكون. حتى هون يا خاطر كنا نسخايلوا انه من الاول انه الذوادي هو باش ياخذ الورقه الصفراء، لكن الحكم خرج اللاعب اللي لازم ياخذ الورقه الصفراء واعطاه الورقه الصفراء نتاعو. واضح. نرجعوا نحكيوا نحن بعد اللقاء. واضح جدا. مشكور جدا عادل، باش نرجعوا بعد اللقاء بطبيعه الحال نحلوا كامل مجريات الشوط الثاني في لقاء الترجي التونسي والاولمبي الباجي. فاصل اشهاري ثم مباشره الكلمه لزميلي عبد الرحمن العش. مباشرة جمال حسنوي تفضل. شكرا لك عبد الرحمن ايمن العياري. شنو كانت توصية محمد الكوكي بين الشوطين، خاصة بعد شوط اول متميز تكتيكيا؟ والله باش نكمل على نفس معناها استراتيجية اللي بدينا بها بروميير ميتون، ان شاء الله باش نحاولوا نابليكيو اكثر بقدرة ربي وان شاء الله نخرجوا بريزلتا بوزيتيف. اهلا شكرا لك. اذا نمشي لك مباشرة عبد الرحمن، الوقت ضيق برشا، نمشي لك مباشرة التعليق على الشوط الثاني. إذن بعد لحظات ينطلق الشوط الثاني هنا في الملعب الأولمبي بيرادس بين الترجي الرياضي التونسي والأولمبي الباجي، وتحاليل ضافية حول مردود الفريقين خلال الشوط الأول والأهداف ننتظر فيها هوني على غرار عديد الميادين في هذه الفترة الأولى وأشواط الأولى، أشواط التعادلات في لقاءات الجولة التاسعة إياب بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وتغيير مباشرة من جانب المدرب محمد الكوكي. أمامكم نبيل الميساوي ياخو مكانه في التشكيلة الأساسية. واضح الورقة الخاصة بنبيل الميساوي من جانب مدرب الأولمبي الباجي، بطبع البحث على الهدف. هذا هو المسعى من جانب مدرب الأولمبي الباجي في هذا اللقاء، وتغيير هام، البحث على العمق الهجومي من جانب مدرب الأولمبي الباجي، وتذكير بتشكيلة الترجي الرياضي التونسي: معز بن شريفية، إيهاب المباركي، خليل شمام، شمس الدين الذوادي، أمينو بوبا، حسين الراقد، أريسون أفول، خالد المولي، إيهاب المساكني، رفيق الكامرجي، وخالد الغرسلاوي من جانب تشكيلة الأولمبي الباجي. بالطبع الجديد هو إقحام نبيل الميساوي في التركيبة على الميدان في هذه الفترة الثانية، والمرور ربما للمخطط الثاني لمدرب الأولمبي الباجي، عدم قبول أهداف في الشوط الأول والبحث على هدف في هذه الفترة الثانية. إذن قيس العمدوني، أيمن العياري، وائل النفزي، عاطف المازني، صدام بن عزيزة، حمدي الورهاني، محمد السليتي ياخذ مكانه في التشكيلة، أسامة البجاوي كذلك، بالإضافة إلى نبيل الميساوي الثنائي اللي يعول عليها الإدارة الفني للأولمبي الباجي باش يحقق نتيجة إيجابية. فريق الأولمبي الباجي على عشب الملعب الأولمبي برادس، علاء الماكني، حمزة الجلاسي. بالنسبة للاحتياطيين بتبع الاختيارات مازالت مع انطلاق الفترة الثانية، وحسب معطيات هذه المباراة وسيم نوارة، أسامة الدراجي، تيري ماكون، العربي جابر، محمد بن منصور، محمد أمين النفزي، ودريس المحيرسي، سيادة الغانمي، سيفل المحجوبي، سيمون، صبر المحمدي، فاخر المنصوري والإبراهيمي،
الاحتياطيون من جانب فريق الأولمبي الباشي، الحكم أنيس بن حسن، الحكم المساعد الأول مروان سعد، والحكم المساعد الثاني محمود موسى. وينطلق الشوط الثاني بمعطيات مغايرة، الشوط الأول وغياب الفرص السانحة للتسجيل، وحتى الوضعية مناطق الجزاء لم تكن خطيرة من الجانبين في هذه المباراة رقم 56 بعد أولى اللقاءات في الثمانينات أنذاك مع صعود الأولمبي الباجي للرابطة المحترفة الأولى، وقتها كانت البطولة الوطنية لكرة القدم، وبالطبع كان أيضا نظام الهوات ثم الوصول في موسم 96-97 لنظام الاحتراف. واليوسف الترابلسي التوزيع في المحور، وأمينو بوبا، أمينو بوبا يدخل في مناسبتين، الكرة الأخيرة توصل إلى شمس الدين الذوادي بعد التوزيع من يوسف الترابلسي من الجهة اليسرى، واضح أنه عنده الحلول بالمقارنة مع الشوط الأول متوسط ميدان فريق الأولمبي الباجي. خليل شمام ثم خالد الغرسلاوي، بناء الهجوم عبر وسط الميدان من جانب الترجي، إيهاب المباركي، أريسون أفول، نفس الحوار على غير الشوط الأول مع وائل النفزي، وعكس الهجوم أسامة البجاوي، الكرة مباشرة لشمس الدين الذوادي، شمس الدين الذوادي، خالد الغرسلاوي، خالد الملهي، إيهاب المساكني، خليل شمام، خليل شمام التوزيع لرفيق الكامرجي وما توصلش لحسين الراقد، وأيمن العياري، أيمن العياري محاولة في الرولانس للمدافع اللي يصعد لوسط الميدان محمد السليتي، حسين الراقد، أريسون أفول، يسترجع الكرة الترجي، إيهاب المساكني، شمس الدين الذوادي، خالد الغرسلاوي. دقائق الأولى للشوط الثاني، 39 انتصار من جانب الترجي، 3 للأولمبي الباجي، إضافة 13 تعادل الحصيلة بين الفريقين. وائل النفزي، محمد السليتي، محمد السليتي ينتظر تمركز أيضا نبيل الميساوي، لا وجود لوضعية تسلل والخروج لمعز بن شريفية. إذن تجاوز وضعية تسلل اللي يحاول تطبيقها الترجي، ولا وجود لوضعية تسلل ضد محمد السليتي، خاطر نبيل الميساوي لو معناها مرر الكرة لكن في وضعية تسلل وعملية ثنائية، معناها خرج هو بالوسط الميدان. وائل النفزي مباشرة التوزيع غير دقيقة من مدافع الأولمبي الباشي اللي في الشوط الأول تبع أليسون أفول، أحد اللاعبين الهامين جدا والحاسمين في الأسابيع الأخيرة من جانب الترجي، سحب 4 أهداف من خلال 20 مباراة، وأكثر لاعبين انتظام في اللعب سواء كذلك على المستوى القاري وكذلك المستوى المحلي، نفس الديسبوزيتيف معناها التركيبة التكتيكية في التمركز من جانب الأولمبي الباجي. الترجي تدوير الكرة في المقابل والبحث على المنافذ، حسين الراقد، حسين الراقد يختار التوزيع لخالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي كرة ما توصلش لرفيق الكامرجي، والمخالفة لصالح الأولمبي الباجي، كانت توزيعة في مناطق جزاء الأولمبي الباجي، وهفوة من مهاجم الشاب للترجي المعوض لأحمد العكيشي، كذلك في ظل غياب هيثم الجويني وجوزيف يانيك نجانغ وإمكانية إقحام تيري ماكون، والإنذار للمدافع أيمن العياري، ينذر مدافع الأولمبي الباجي
من جانب الحكم أنيس بن حسن. 7 دقائق تقريبا في الشوط الثاني والتعادل 0-0. محمد سليتي كرة ترجع لدفاع الترجي. أمينو بوبا لعب ضد الملعب التونسي أساسي في زويتن. بعد التركيبة في المحور كانت محمد بن منصور وشمس الدين الزوادي حتى آخر لقاء في صفاقس، واليوم احتياطي مدافع الترجي اللي ربح وقت لعب بعد انتقال عن الرياح الاحتراف اليونان. خليل شمام مساهم أيضا في العمليات الهجومية من الجهة اليسرى لهجوم الترجي التوزيعة، وأيمن العياري وخالد الغرسلاوي وترجع من دفاع الأولمبي الباجي والتخريجة غلطة بالنسبة لنبيل المساوي. حاول التمهيد لمحمد سليتي. أمينو بوبا باش نشاهدوا حوارات بين دفاع الترجي وثنائي المخضرم ثنائي الخبرة في الأولمبي الباجي محمد سليتي ونبيل المساوي. حسب الخطة من المدرب محمد الكوكي مصاب كما قال المهاجم والهداف نبيل المساوي ب8 أهداف وعدم المجازفة بإقحامه في الشوط الأول، لكن واضح أنه عنده ورقات هامة خططها المدرب. وقيمة النقاط في مثل هذه اللقاءات في أسفل الترتيب الأولمبي الباجي. خالد الملهي تخريجة لأريسون أفول والكرة ركنية، ركنية الإشارة لوجود ركنية رغم المطالبة بلمسة يد من جانب لاعبي الترجي. والكرة ضربت في راس واضح بالنسبة للكرة الأخيرة من وائل النفسي، ثم ركنية للترجي الرياضي التونسي والتصويبة الرأسية الأخيرة على مستوى القائم الثاني من شمس الدين الزوادي. شمس الدين الزوادي المدافع المحوري للترجي وإعادة للركنية والكرة خارج الميدان وعدم استغلال الركنية الأخيرة. كرة في وسط الميدان الصعود لأمينو بوبا ويصاب المدافع الكاميروني مدافع الترجي الرياضي التونسي وصاحب آخر محاولة شمس الدين الزوادي وتصويبة رأسية ومسجل لهدف. تذكير بأنه نبيل المساوي في نفس المرتبة على مستوى الهدفين مع أسامة الدراجي وأحمد العكيشي ب8 أهداف وقبلهم بغداد بونجيح المتألق ب11 هدف قبل هذه الجولة ونزار العيساوي نحكي قبل هذه الجولة 9. في انتظار جولة هامة أيضا يوم الأربعاء المقبل، وأكيد الفريق اللي حب أيضا يتفادى نزول مطالب بجمع نقاط خارج الميدان الأولمبي الباجي من خلال انتصاراته إلى حد الآن ما حقق كان انتصار خارج الميدان. بالنسبة للترجي إحصائيته على ميدانه تقول أنه خسر 2 نقاط فقط على ميدانه من خلال تعادل في الجولة الثانية الذهاب في سبتمبر 2013 أمام النجم الساحلي بعد لقاء مثير. كان النجم متقدم 2-0 ثم التعادل 2-0. بالنسبة للرسم البياني لأهداف الفريقين ثم وضعية متشابهة أنه أغلب أهداف الترجي في النصف ساعة الأخير للمباراة ونفس الوضعية من جانب فريق الأولمبي الباجي. كذلك الأولمبي الباجي لحد الآن ما سجل حتى هدف في الربع ساعة الأول للقاءاته هذا الموسم. هذه الوضعيات الخاصة بأهداف الترجي والأولمبي الباجي. وفي الأثناء الركنية لتشكيلة المدرب الهولندي مدرب سابق لعديد الأندية كما الزمالك أوراندو وبيرات رود كرول. أريسون أفول ترجع من أيمن العياري. محمد سليتي تبقى الكرة ليوسف الترابلسي. يوسف الترابلسي مع خالد المولي والأندية
استرجاع الكره من متوسط الميدان الدفاعي للترجي. كذلك احترف سابقا منذ سنوات قليله ماضيه في ليلستروم في النرويج، لعب ايضا السابق للنادي الافريقي ياريسون افول. يهب المساكن ياريسون افول، يهب المباركي، عمليه ثنائيه وثلاثيه، وايمن العياري في قراءه للكره الاخيره من جانب الترجي الرياضي التونسي. تمركز ممتاز للمدافع الاولمبي الباجي، خبره ايضا عديد اللقاءات والحوارات في الرابطه المحترفه الاولى. والكره باش ترجع لصالح فريق الاولمبي الباجي الى حد الان متفادي لهدف ويسعى في المقابل للتسجيل. تنفيذ المخالفه من ايمن العياري، مخالفه التسلل، وترجع الكره من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي. خالد الملهي، امين بوبا، خليل شمام في سجل وكذلك هدف الى حد الان. خالد الملهي من جديد وكره بعيده على اريسون افول. بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، حمزة جلاسي، صدام بن عزيزة، ويوسف طرابلسي سجلوا هدف في سجلهم. سيف الله المحجوبي اللي موجود على بنك الاحتياط سجل ثلاثة أهداف، كذلك لاعب عنده خبرة في الرابطة المحترفة الأولى واحتياطي في اختيارات المدرب محمد الكوكي. لاعب أيضا سبق له انتماء للترجي مع خالد بن يحيى وكذلك المدرب الفرنسي سابقا ديكي بيرو، ولعب ايضا حتى كاس الاتحاد الافريقي مع الترجي الرياضي التونسي وفاز بالثنائي 2006 مع الفريق. امينو بوبا، حسين الراقد، ايهاب المساكني، خالد الملهي، اريسون افول. البلوك من جانب الأولمبي الباجي ووضعية تسلل ضد إيهاب المباركي. القراءة لتمركز لاعبي الترجي والصعود في الوقت المناسب من جانب دفاع الأولمبي الباجي. هذه وضعية تكتيكية عبر فترة المباراة وحسب متطلبات المباراة، والبحث عن التقليص من المساحات التوغلات من جانب الأروقة والمحور من جانب الترجي الرياضي التونسي. محمد الكوكي كذلك تجارب ثرية في السودان، لعب حتى مسابقات أفريقية مع أهلي شندي في السودان. والمخالفة لصالح الأولمبي الباجي، ثلاثة انتصارات فقط في رصيده أمام الترجي، آخرها في أوت 2012 في بيجا. والموسم الفارتجي كان فاز ذهابا وإيابا، وهذا الموسم صفر مقابل صفر. والمحاولة والتصويبة، التصويبة من نبيل المساوي بعيدة، كان في وضعية أمام مرمى الحارس معز بن شريفية نبيل المساوي، لكن التصويبة لهداف الأولمبي الباجي كانتش في اتجاه المرمى بعد كرة راجعة من دفاع الترجي الرياضي التونسي. حسين الراقد، حسين الراقد، يهب المساكني، يهب المساكني إلى خالد الغرسلاوي. خالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي، خالد الملهي، يهب المباركي، أسرع يوسف الترابلسي، الامداد لنبيل المساوي. هذه الوضعيات اللي حبذها فريق الاولمبي الباجي. محمد اسليتي، هو التسلل، التسلل، التسلل ضد هجوم الاولمبي الباجي. هذه الوضعيات اللي بحث عليها الاولمبي الباجي، استغلال المساحات في وسط الميدان وعكس الهجمات عبر الثنائي المخضرم محمد اسليتي ونبيل المساوي. اريسون افول في المقابل، عدم استغلال هذه الوضعيات وقت الكرة تكون بحوزة الترجي الرياضي التونسي. والتوزيع الأخيرة من أريسون أفول بالنسبة لأغلب أهداف الترجي سجلت في الربع ساعة الأول للشوط الثاني
27% من الأهداف، وكذلك في الربع ساعة الأخير للقاء 27% من الأهداف. بالنسبة لفريق الأولمبي الباجي 30% من الأهداف سجلت في الربع ساعة الأول الشوط الثاني، و 24% من الأهداف سجلت في الربع ساعة الأخير للمباراة، كذلك 30% في الربع ساعة الأخير للشوط الأول. إلى حد الآن اقتربنا من 20 دقيقة لعب في هذه الفترة الثانية، ودائما التعادل 0-0، والنية واضحة. لعب ورقة الخبرة للأولمبي الباجي والترجي، نفس التركيبة والسعي عبر إيجاد حلول في محور دفاع الأولمبي الباجي، وكذلك استعمال خليل شمام وإيهاب لمبارك. في الأثناء سيكون أول تغيير في الترجي الرياضي التونسي، إدريس المحيرسي ياخذ مكانه في التشكيلة. شوفوا الحوار بين إيهاب المساكني وحمزة الجلاسي، خالد الملهي، قراءة أيضا للمدرب رود كرول لأداء الفريق، وتغيير منتظر على مستوى الخط الأمامي مع أقحام إدريس المحيرسي. كرة مباشرة لمحور دفاع الترجي شمس الدين الزوادي، خالد الملهي. الأولمبي الباجي ينتظر في كرة في وسط الميدان، مباشرة يخمم في السليتي ونبيل المساوي. خالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي أمامه عاطف المازني، نفس وضعية الشوط الأول. إيهاب المساكني، كامرجي، خالد الملهي، إيهاب المباركي يحافظ على الكرة الأخيرة. حسين الراقد، شمس الدين الزوادي، رفيق الكامرجي، والكرة الأخيرة في مناطق الجزاء، وأريسون أفول ويفقد توازنه. إيهاب المساكني بعد تمهيد وكرة ثمينة من رفيق الكامرجي، لم يستغل الوضعية. متوسط الميدان الهجومي للترجي، أكيد كمهاجم ثاني وراء الكامرجي كما أسامة الدراجي، يكون مهاجم ثاني نفيدمي. كرة من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي، والتغيير حاليا للمدرب رود كرول. إذن رفيق الكامرجي في أول تجربة كقلب هجوم في لقاء مع الفريق الأول، يتم تعويضه بدريس المحيرسي اللي نذكر في دخوله في مباراة كأس الأبطال أمام كرماهية، سجل في الفوز العريض في الدور الأول، لكن فترة مع اختيارات المدربين اللي سبقوا المدرب رود كرول ما كانش أساسي، رغم أيضا مشاركته في لعب البحر الأبيض المتوسط. والكرة باش ترجع لفريق الأولمبي الباجي، إدريس المحيرسي مكان المهاجم الشاب رفيق الكامرجي. واضح اليوم غياب قلب الهجوم التقليدي من جانب الترجي، وضعية مختلفة، أسباب صحية لينجانك وهيثم جويني، أسباب تأديبية بالنسبة لغياب أحمد العكيشي. في المقابل هداف الأولمبي الباجي خذا مكانه في الفترة الثانية أيضا أسامة الدراجي احتياطي، مسجل 8 أهداف، معناها اللاعبين اللي سجلوا أكثر 16 هدف مش موجودين في التركيبة. كرة تبقى لصالح الأولمبي الباجي، واسترجاع الكرة من حسين الراقد، يهب المساكني، أريسون أفول، أريسون أفول، يهب المساكني، حسين الراقد، والتغطية لصدام بن عزيزة، خالد المولي، خالد الغرسلاوي. وإلى حد الآن التعادل مازال مسيطر على مباراة الترجي والأولمبي الباجي، وبالطبع إلى حد الآن كل فريق يبحث تكتيكيا على المباغتة،
وان شاء الله تكون كل الوضعيه سليمه وكل اللاعبين يكونوا لباس. وشفتوا الحوار بين صدام بن عزيزه كذلك حسين الراقد، ان شاء الله ما يكونش تغيير اضطراري من جانب تشكيله المدرب محمد الكوكي. وان شاء الله لباس لعاطف المازني، عنده نزعه هجوميه شفناه في الشوط الاول في حواراته مع خالد الغرسلاوي، يصعد للهجوم للبحث على التفوق العددي من الجهه اليمنى. شوفوا في محاوله الوصول لمنطقه جزاء الترجي الرياضي التونسي، والاصابه اللي لحقت مدافع الاولمبي الباجي عاطف المازني. ان شاء الله لاباس لمدافع الاولمبي الباجي، واكيد في الشوط الاول كانت قراءه ايضا لمردود حكم المباراه، وان شاء الله معناها حتى اللاعبين ما ركزوش برشا على الحكام. ونشوفوا حتى في عديد المنابر برشا كلام على الحكام اكثر ما يحكيوا على اللاعبين. اللاعبين لازم يركزوا على الميدان ويركزوا على الكره وقت يسهلوا كذلك مهمه الحكم اللي كذلك لازم يكون لاوتور، يكون في المستوى المامول بالنسبه للقاء الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. شمس الدين الذوادي لازم ثم ديسيبلين كذلك للاعب اللي حتى اذا ثم اخطاء من الحكم ما لازم بدل شيء، كذلك يلزم الحكام يكونوا في مستوى اللقاءات وفي مستوى قيمة اللقاءات ورهان اللقاءات. وعملية ثنائية إيهاب المساكني، الكرة ترجع من دفاع الأولمبي الباجي وخليل شمام، خليل شمام خالد الغرسلاوي، والمحاولة جانبية من جناح الترجي الرياضي التونسي، كان امداد من خليل شمام إلى خالد الغرسلاوي، سحب ايضا توزيع حاسمه في لقاء سفيقس. لاعب عنده امكانيات لكن مش دائما اساسي من جانب المدرب رود كرول اللي محافظ على التركيبه اللي حبتها 4-2-3-1. معطيات ايضا مغايره للمدرب محمد الكوكي اللي في الشوط الثاني عنده زوز مهاجمين معناها ينجم يكونوا حاسمين في مناطق الجزاء ويحبثوا استغلال المساحات ويبقاو امام دفاع الترجي الرياضي التونسي. المخالفه من حمزه الجلاسي لصالح الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لاعرض النتائج بين الفريقين، الترجي 4-0 1994 و3-1 للاولمبي الباجي امام منافسه في اوت 2012. لقاء الذهب انتهى بدون اهداف في الجولة التاسعة ذهب في ديسمبر 2013. اليوم رهان النتيجة. اكيد اي نتيجة بتبع فريق الأولمبي الباجي ينتظر النتائج متاع الفرق اللي ايضا معنية بنفس الوضعية متاع الأولمبي الباجي. الترجي عنده ملاحق خاصة نادي الصفاقسي تنافس معاه على القبة البطولة، أيضا ثم حوارات المركز الثاني معنية بها النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي، وكل شيء ممكن بالنسبة مازالوا عديد الجولات ومعناها السيستيم تاع النقاط تخلي التعادل ولا الهزيمة معناها ما تفرقش برشا في الوضعية. حسين الراقد 20 دقيقة الأخيرة الوقت القانوني، دائما ننتظر الأهداف في الملعب الأولمبي بيرادس في المباراة رقم 56 بين الفريقين. أريسون أفول والحارس قيس العمدوني، قراءة ممتازة للكرة من قيس العمدوني، عادل النفزي وعديد الحراس الممتازين اللي خرجتهم مدرسة الأولمبي البيجي، حارس قزمير الخلفي وعديد الحراس الممتازين منذ صعود الفريق للدرجة الأولى في الثمانينات. ما ننساوش كذلك لاعب فتحي الواسطي اللي لاعب الأولمبي الباجي سابقا ولعب كذلك في الترجي الرياضي التونسي، وهام المحافظة على أندية معناها في تكوين اللاعبين أيضا معناها باش
يتم انتدابهم وذيا معنا الاحتراف، ثم فرق تكون ويكونوا اللاعبين بطبع ياخذوا محطات اخرى. لكن نشوف اولمبي البيجي حتى اللاعبين اللي يختاروا محطات اخرى يرجعوا لفريقهم كما حمدي الورهاني حاليا، محمد سليتي وكذلك نبيل الميساوي الاحتراف بطبع جمش، معناها اللاعب عنده مصير بيدو مع نهاية العقود، وكذلك حتى تكون أيضا العروض أثناء العقد واضح. والإصابة شان لاباس من جانب يوسف الترابلسي، معناها الوفاء متاع اللاعب للنادي متاعو في وقت الاحتراف صعيب، ولو لاحظوا حتى على المستوى العالمي لاعبين 15 سنة في نفس الفريق. كرة طويلة والأيمن العياري في التغطية الأخيرة، وحسين الراقد يختار التوزيع وما توصلش لخالد الغرسلاوي، وكذلك خليل شمام ونبيل الميساوي. نبيل الميساوي ومن جديد يسترجع الكرة الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من وسط الميدان، وخالد الملهي، خالد الملهي ثم خليل شمام دائما كأحد الحلول من الجهة اليسرى. خالد الغرسلاوي، خليل شمام، مدريس المحيرسي، وذوما الوضعيات حاليا. كرة بالقدم من حسين الراقد والكرة عكسية، والحارس قيس العمدوني يتلقى الكرة الأخيرة، كان فتن حارس الأولمبي البيجي حمدي الورهاني. المخالفة، الإشارة من الحكم أنيس بن حسن، المخالفة لعب الخبرة كذلك حمدي الورهاني، أكيد يعول عليهم المدرب محمد الكوكي كيما الركائز لاعبين القدامى في الفريق. توظيف الخبرة لبقية المجموعة، محمد السليتي، أمينو بوبا، التوزيع لدريس المحيرسي، دريس المحيرسي مباشرة، الفتحة لخالد الغرسلاوي وعاطف المازني. إلى حد الآن يغلق في المساحات أمام خالد الغرسلاوي، كرة ترجع للترجي الرياضي التونسي. خالد الملهي، خالد الملهي، إيهاب المباركي، إيهاب المباركي، إيهاب المباركي، مجهود من إيهاب المباركي، كرة تصدم بأيمن العياري والركنية. التوجه للمحور من إيهاب المباركي يختار التصويب، والكرة يغير وجهتها المدافع أيمن العياري في عطاء غزير من جانب مدافع الأولمبي البيجي، كذلك مجهود من الظهير الأيمن للترجي الرياضي التونسي دريس المحيرسي، والكرة لإيهاب المساكني، وتبقى من جديد المحاولة الأخيرة من شمس الدين الذوادي. شمس الدين الذوادي في صعود للهجوم لمدافع الترجي الرياضي التونسي، إعادة من جديد دريس المحيرسي، إيهاب المساكني يفقد توازنه، ثم التصويبة واصطدام الكرة بالدفاع، ومن جديد الحارس قيس العمدوني. قيس العمدوني إلى حد الآن متفطن وتفادى هدف من جانب الترجي، وكرة معناها السقطة صعيبة لأي حارس، لكن خرج الكرة الأخيرة. حارس الأولمبي البيجي ينتقل للضغط في مناطق الأولمبي البيجي في هذا الربع ساعة الأخير للقاء، بعد محاولة أولى من شمس الدين الذوادي وكرة ثانية فداها حارس الأولمبي البيجي، والتصويبة الرأسية من شمس الدين الذوادي خارج الميدان بعد ركنية منفذة من دريس المحيرسي. وقيس العمدوني يتفادى هدف محقق، إعادة من جديد للركنية من دريس المحيرسي، التصويبة الرأسية من شمس الدين الذوادي، والالتحام بين قيس العمدوني ومدافعه. أكيد الكرات الخطيرة الأخيرة، إعادة من جديد للتدخل من حارس الأولمبي البيجي، والإصابة من جديد. شوفوا
شمس الدين الزوادي. كذلك الاندفاع من حارس الأولمبي الباجي. وإلى حد الآن التعادل متواصل هنا بين الفريقين، وكانت كرة صعبة. شوفوا العملية الأخيرة، التغطية من أيمن العياري، كرة عكسية لحارس الأولمبي الباجي وائل النفزي، أمينو بوبا، خالد الملهي، خليل شمام، أمينو بوبا، شمس الدين الزوادي دائما يصعد في الكرات الثابتة على غرار. توزيع متاع خليل شمام في لقاء الأجوار، معناها الكرات الثابتة دائما تكون سلاحهم جدا لأي فريق في كرة القدم العصرية. وإلى حد الآن ركنيات لم تأتي بالجديد. في المقابل نبيل المساوي صاحب تصويبة فقط تذكر، أيضا التصويبة الأخيرة كانت قريبة بالنسبة ليوسف الترابلسي، كانت المتابعة كذلك من الحارس معز بن شريفية. يعاد من جديد للكرة اليسارية من يوسف الترابلسي. خليل شمام، أمينو بوبا، حسين الراقد، أيضا تغيير منتظر بعد قليل في الأولمبي البيجي، وفاخر المنصوري بشيخ ومكانه في التشكيلة، أيمن العياري. كرة من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي، والتغيير حاليا للمدرب محمد الكوكي. ننتظر في التغيير. إذن التغيير، حمدي الورهاني يغادر الميدان، فاخر المنصوري ياخذ مكانه في التشكيلة، دريس المحيرسي، دريس المحيرسي، توزيعة أرضية، صدام بن عزيز يبعد الكرة منطقة الجزاء، نبيل المساوي، والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي تتنفذ من مكانها حسب الإشارة من الحكم أنيس بن حسن. ننتظر في التنفيذ. الصعود أيضا لأمينو وبوبا وشمس الدين الزوادي. كرة في المحور، يبعد الكرة عاطف المازني، خالد الملهي، خليل شمام الأولمبي البيجي. نتابع المحاولات. إيهاب المساكني مباشرة للحارس قيس العمدوني، يبعد الكرة حارس الأولمبي البيجي مباشرة لخليل شمام، خالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي وعاطف المازني في حوار داخل اللقاء مع خالد الغرسلاوي. كذلك هذا اللاعب كي عنده المساحات يسعى للتواجد في مناطق الترجي وإيجاد الحلول إلى نبيل المساوي وكذلك محمد السليتي. لكن حد الآن شفنا كانت التصويبات خارج مناطق الجزاء من جانب الأولمبي البيجي. ينتظر الترجي ويلعب على استغلال المساحات. يوسف الترابلسي، وائل النفزي، كرة الأخيرة من فاخر المنصوري لنبيل المساوي، والخروج لمعز بن شريفية. معز بن شريفية أمام هداف الأولمبي البيجي حسين الراقد. الدقائق الأخيرة ودائما ننتظر في الأهداف. صفر مقابل صفر إلى حد الآن. خالد الغرسلاوي، أريسان أفول، أريسان أفول، كرة مباشرة لحسين الراقد. من جديد إيهاب المباركي، إيهاب المساكني، خالد الغرسلاوي، خالد الغرسلاوي، أريسان أفول، أريسان أفول، إيهاب المباركي، أمينو بوبا، وقبله الظهير الأيمن
للأولمبي البيجي عاطف الميزني. إذا هي تدارك وضعية سانحة من جانب الترجي. مدافع الأولمبي البيجي عاطف الميزني، التغطية من جديد لدفاع الأولمبي البيجي. فاخر المنصوري، فاخر المنصوري تلبى الكرة من نبيل المساوي. وضعية تسلل ضد مهاجم الأولمبي البيجي، وضعية تسلل وثم انذار، انذار ضد نبيل المساوي. ثم راية من جانب الحكم المساعد الثاني محمود موسى، صوب نبيل المساوي وانذر من جانب الحكم أنيس بن حسن. كرة تبقى للترجي التونسي في وسط الميدان. بعد قليل تيري ماكون بشيخ ومكانه في التشكيلة. خليل شمام، دريس المحيرسي، خليل شمام، خليل شمام، حسين الراقد، ترجع الكرة لهاب المساكني، خالد المولي، من جديد يهاب المباركي التوزيع والتغطية الأخيرة من صدام بن عزيزة. والكرة للترجي والمحاولة خارج الميدان. إذن فرصة هذه المرة خليل شمام، كورته اليسارية. شوفوا التمهيد من إيهاب المساكني، خليل شمام والكرة اليسارية فوق مرمى الحارس قيس العمدوني. التغييرات صابر المحمدي باش ياخذ مكانه في التشكيلة، مكان محمد السليتي. التفكير من جانب محمد الكوكي في الدقائق الأخيرة لهذا اللقاء. إذن المحمدي، صابر المحمدي ياخذ مكانه في التشكيلة ويعوض محمد السليتي. أيضا تيري ماكون متوسط الميدان ياخذ مكانه في التشكيلة. خالد الغرسلاوي، هذا هو التغيير من جانب المدرب رود كرول وصابر المحمدي. هو اللي يعوض محمد السليتي في هذه الدقائق الأخيرة لهذا اللقاء. والتعادل دائما صفر مقابل صفر. يوسف الترابلسي، إشارة من الحكم المساعد الأول مروان سعد ومخالفة جانبية. أكيد كل الأندية تنتظر في نتائج منافسيها بالنسبة لأعلى ترتيب كذلك أسفل ترتيب، وانعكاسات مباشرة على وضعية الفريقين. مخالفة من تنفيذ تيري ماكون اللي كان أساسي ضد جرما، هي كذلك في لقاء الأجوار. متوسط ميدان دفاعي كذلك يلعب في مناطق متقدمة. تيري ماكون اختار التصويب والكرة تبقى للترجي الرياضي التونسي. أريسون أفول على مستوى المحور، الصعود لأمينو بوبا والتحكم في الكرة من حارس الأولمبي البيجي قيس العمدوني. الكرة الأخيرة إعادة من جديد للتوزيع، الصعود لأمينو بوبا. يهب المساكني عكس الهجوم من جانب الترجي. تيري ماكون، تيري ماكون الاندفاع والإصرار. والكرة باش ترجع للترجي وركنية بعد الصعود من الجهة اليسرى من تيري ماكون. يهب المساكني في تنفيذ الركنية على مستوى القائم الأول. تغطية من محور الدفاع ثم أيمن العياري. فاخر المنصوري يبعد الكرة. خالد الملهي، أريسون أفول، أريسون أفول يختار التصويب. كرة أرضية والمتابعة من حارس الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي اللي في آخر جولة حقق انتصار هام على الاتحاد الرياضي المناسيري في لقاء وقف لفترة. ينتظروا لقاء ايضا هام امام مستقبل رياضي بالمرسى، ترجي يوم الاربعاء في توزر. ما زال التشويق في اعلى واسفل الترتيب. كره من جديد لصالح الترجي الرياضي التونسي
والتمس بفريق الأولمبي البيجي والكرة خرجت الإشارة من الحكم أنيس بن حسن. إيهاب المساكني اليوم أساسي تيلة المباراة. أسامة الدراجي احتياطي. تيري ماكون عكس الهجوم للدراجي. دريس المحيرسي. دريس المحيرسي ما نجحش في التوزيع. إيهاب المساكني. إيهاب المباركي. إيهاب المباركي التوزيع ما توصلش لتيري ماكون. والتغطية من حمزة الجلاسي. خليل شمم. دريس المحيرسي عكس الهجوم من نبيل المساوي. نبيل المساوي. نبيل المساوي في محاولة من هداف الأولمبي البيجي. وستة أمتار آخر ملمس الكرة. مهاجم وهداف الأولمبي البيجي في محاولة للتوغل من الجهة اليمنى. مخالفة للترجي من المقابلات القليلة اللي ما فيش أهداف في حوارات الفريقين. عادة ما تكون الأهداف حاضرة في لقاءات الأولمبي البيجي والترجي الرياضي التونسي كما لقاء الذهاب 0-0. حاليا التعادل في الملعب الأولمبي بيرادس بين الفريقين أمينو بوبا. خليل شمام. خليل شمام. خليل شمام يرجع لدريس المحيرسي التوزيع وترجع الكرة من وائل النفزي. يوسف الترابلسي البحث عن نبيل المساوي متسلل. الراية من الحكم المساعد الثاني محمود موسى بوضعية التسلل ضد مهاجم الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي ينتظر الترجي في مناطقه ويلعبوا ويحاولوا إيجاد حلول لنبيل المساوي. أيضا المساندة من فاخر المنصوري. إدريس المحيرسي. إدريس المحيرسي التصويب حاول إيجاد المنافذ مهاجم الترجي. والكرة الأخيرة لصالح الأولمبي البيجي والحارس قيس العمدوني إلى حد الآن. متابعة من حارس الأولمبي البيجي لعديد المحاولات من جانب الترجي والخروج أمام شمس الدين الزوادي في الركنية. عشر تعادلات في سجل الأولمبي البيجي وستة للترجي قبل هذا اللقاء. توزيع من خليل شمام. أمينو بوبا كرة ما توصلش تري ماكون. محاولات لعكس الهجوم من صابر المحمدي. كرة في وسط الميدان. وائل النفزي. وائل النفزي أمام أريسون أفول. يوسف الترابلسي يغسل الكرة الأخيرة. محاولة في الصعود من إيهاب المباركي. إيهاب المباركي كرة ما توصلش لإيهاب المساكني. والتماس للترجي الرياضي التونسي. ننتظر في الوقت البديل المقدر من الحكم أنيس بن حسن في هذا اللقاء. أربع دقائق. توزيعة لأمينو بوبا. أريسون أفول والكرة من جديد. يتوقف اللعب ذن أربع دقائق باش يحتسبها الحكم أنيس بن حسن فيما تبقى من المباراة رقم 56 بين الأولمبي البيجي والترجي الرياضي التونسي. شوفوا التوزيعة الأخيرة من خالد الملهي. الصعود لأمينو بوبا والإصابة. صدام بن عزيز نوشان لاباس لمدافع الأولمبي البيجي الساعي للمحافظة على النقطة إلى حد الآن. وبالطبع بالنسبة للأولمبي البيجي البلوك في الدفاع والبحث على الخروج بأكبر عدد من اللاعبين وإيجاد حلول لنبيل المساوي الترجي اللي في الفترة الأخيرة في منطقة الأولمبي البيجي لكن دون الاهتداء إلى التسجيل. هذه الوضعية إلى حد الآن في الملعب الأولمبي برادس والأهداف متبينة. ربح النقاط للبقاء في رابطة المحترفة الأولى
وفي الجهة المقابلة الترجي ربح النقاط في حوار البطولة. وإلى حاضرين التعادل والكرة في دفاع الأولمبي البيجي. قيس العمدوني، نبيل المساوي، شمس الدين الذوادي، التوزيع لتيري ماكان. وإلى حضرين سد منيع الظهير عاطف المازني، نذكر تفادى كرة على مستوى القائم الثاني إلى أمينو بوبا دريس المحيرسي. أمينو بوبا، إيهاب المباركي، إيهاب المباركي أمام وائل النفزي، والإشارة من المساعد محمود سعد بوجود مخالفة لصالح الترجي. أكيد وضعيات بسيكولوجية صعبة للمدربين مع قيمة النتيجة وقيمة الرهان. ويرجع المدافع صدام بن عزيزة لمنطقة جزاء الأولمبي البيجي. نتابع في الكرة الجانبية والمخالفة من خليل شمام. خليل شمام وتألق جديد لحارس الأولمبي البيجي في التغطية الأخيرة وقراءة للكرة المنفذة من الظهير الأيسر وقائد الترجي الرياضي التونسي. التماس أريسون أفول، آخر المحاولات أيمن العياري، تيري ماكان يتبع فيه صابر المحمدي وعاطف المازني، والتغطية من مدافع الأولمبي البيجي. الاستماتة من دفاع الأولمبي البيجي حاليا. والتماس آخر محاولة من جانب الترجي الرياضي التونسي في انتظار بقية النتائج في هذه الجولة. كرة للترجي الرياضي التونسي تبقى في مناطق الجزاء شمس الدين الذوادي، والمخالفة لصالح الترجي، والكرة الأخيرة في هذا اللقاء المخالفة. الإشارة من الحكم أنيس بن حسن وكرة ثابتة لصالح الترجي. وتشويق كبير في نهاية المباراة هنا في الملعب الأولمبي برادس، واستماتة من جانب دفاع الأولمبي البيجي رغم أن الترجي لعب في الدقائق الأخيرة في مناطق الأولمبي البيجي. شفنا منذ قليل تدخل حاسم من الحارس قيس العمدوني، إصابة جديدة شلا لبس صدام بن عزيزة، إصابة في دفاع الأولمبي البيجي. وآخر محاولة في هذا اللقاء في مباراة الترجي والأولمبي البيجي والوقت البديل. نتابع الكرة الأخيرة، الإشارة بوجود مخالفة من الحكم أنيس بن حسن. إذن نتابع، إن شاء الله الإصابة ما تكونش بليغة خاطر لاعب معناها مباشرة أكيد للمستشفى. إن شاء الله لباس مدافع الأولمبي البيجي. المحاولة من جانب الترجي التونسي والتغطية من حمزة جلاسي، ونهاية المباراة بالتعادل 0-0. أكيد استجوابات ما بعد المباراة والأستوديو التحليلي بالنسبة للقاء الترجي والأولمبي البيجي، والتعادل 0-0 في انتظار بقية اللقاءات بالنسبة للترجي والأولمبي البيجي. ونعكست النتائج على حظوظ الفريقين في أعلى وأسفل الترتيب عادة من جديد لبعض الوضعية السانحة. مباشرة جمال حسنوي. شكرا لك عبد الرحمن، ماتش كبير محمد، ظل نقطة من ذهب اليوم تهزها من رادس. أكيد نقطة ثمينة لما طلع مع الترجي اللي هو تو أحسن فريق تقريبا في تونس في ديناميكية الانتصارات كسواء على المستوى عودة أبو حفظ لا ديناميك دي فيكتوار كسواء على المستوى المحلي أو المستوى الإفريقي. جينا كان فما بلون جو واضح، حاولنا نمتصوا ترجي الرياضي التونسي في الشوط الأولاني، وعارفين أنه الشوط الثاني أكيد فريق يوزي معناتها من الكومبيتيسيون كسواء أفريكان ولا لوكال. جاو ديستياسيون دو كونتر
لو عرفنا كيفاش خاصة التمريرة الأخيرة كانت تمشي في الوقت اللي يلزم تخرج فيه كان فما مشكلة متاع تايمينج تاع الدرنير باس، لكن الحمد لله معناتها نقطة مع بيجا تكور خير برشا كي تلعب البرة من بيجا. لا مش صحيح، نلعبوا في بيجا خير من اللي نلعبوا الاكستيريور خاصة في المباريات الأخرانيين، خاصة على ملعبنا نفرضوا ستيل دو جو نتاعنا. اليوم سيتي ماتش تكتيك أكثر منه حاجة أخرى، برافو الملعبية على أبليكاسيون تكتيك على ليفور معناتها اللي عملوه، وإن شاء الله معناتها خاصة المباريات اللي على ملعبنا إن شاء الله ما نفرطوش فيها ونفوزوا ونسهلوا أكثر المأمورية علينا إن شاء الله. شكرا لك. مباشرة مدرب الترجي الرياضي التونسي بونجور مسيو كرول. محمد كوكي a dit c'est un match tactique. Comment vous l'avez trouvé? Non, moi je pense nous à part le jeu aujourd'hui, c'était pas le tempo de notre jeu, c'était trop bas. Et c'est à faveur de notre adversaire. C'est le match à oublier pour l'Espérance. On n'a pas vu ni le volume de jeu, ni le rythme de l'Espérance. Comme je dis, c'est peut-être après beaucoup de matchs à un tempo, à le temps bref, c'est peut-être la fatigue, mais bien sûr, nous besoin de continuer. Pourquoi c'est le programme, c'est vous, je vais à la Coupe d'Afrique et la Ligue pour partout. On parle un peu de votre groupe. Écarté la Keishi la veille de match, vous avez un problème de discipline dans le groupe? Non, lui c'est un retard comme ça, c'est lui un retard, tout le monde peut arriver, mais c'est pas la place. Mais vous avez pris un risque d'éliminer le seul attaquant la veille de match? Oui, mais c'est notre discipline, cette discipline pour tout le monde, pareil. Kamerji pour la première fois, comment vous l'avez trouvé? Yeah, difficile pour lui à un match ou autre, je ne veux pas le jeu, c'est difficile, mais je pense que lui fait bien. Merci, bonne chance. إذا اسكندر نترك لك ترجمة الفرنسية متاع رود كرول، يظل مهمة مش سهلة. مع تحيات كامل الفريق لأمنكم هذا النقل المباشر من ملعب رادس، كل الفريق التقني شكرا. نعم. لكم. مع تحيات عبد الرحمن العاش في التعليق، جمال حسناوي ورضا عبد الغفار وكل الزملاء ومحمد كيف الكل مع بعض، وخالد صعداوي وعبد الرحمن العاش بطبيعة الحال. نعطيكم بعد شوية نتائج كاملة لكل لقاءات هذه الجولة بطبيعة الحال، معلومة جديدة لتوصلني وأنه لقاء القوافل الرياضية بقفصة والملعب الجيبسي توقف. طبعا بعد شوية نحاولوا إذا كان استوفيق تسمع فيا نحاولوا نتصلوا بحافظ الترابلسي يعطينا التفاصيل بطبيعة الحال. نحاولوا نتصلوا بحافظ الترابلسي، مراسل تلفزيون تونسية موجود على عين المكان اللي كيما ذكرت منذ البداية وأنه أوقع منع كل وسائل الإعلام من الدخول إلى الملعب ما عدا البعض دون استعمال الوسائل التقنية، يعني بلاش كاميرا حتى الراديو حسب معلومة اللي عندي يعني مش مسموح لهم باش ينقلوا هذا اللقاء. شنية الأسباب تبقى مجهولة إلى حد الآن في انتظار التحقيق في ذلك، لأنه مثل هذه التصرفات نحن في غنى عنها، بل بالأحرى كرة القدم التونسية في غنى عنها. الجمهور يحب يعرف شنية اللي صار وشنية كواليس المباراة بطبيعة الحال. النتيجة اللي عندي لحد الآن هي هدف مقابل صفر أسبقية قوافل رياضية بقفصة، ما عدا ذلك يعني الأمور تبقى مجهولة في ملعب قفصة، في لقاء ملعب قفصة قوافل رياضية بقفصة والملعب الجيبسي. ما عدا ذلك أيضا النتائج اللي عندي لحد الآن، النادي البنزرتي النادي الإفريقي النتيجة النهائية هي 1-1 بين زوز فرق، مستقبل مرسى النادي الصفاقسي تعادل دون أهداف. يعني فيما يتعلق بالمراتب الأولى ما تغير حتى شيء، النجم الساحلي كيف يتعادل مع الشباب القيرواني هدف مقابل هدف، يعني ذلك مع تعادل الترجي الرياضي التونسي مع الأولمبي البيجي يبقى الفارق ما بين صاحب المركز الأول والثاني والثالث. ثم بعد نعطيكم زاد الترتيب إلى حد الآن، ثم قوافل القفصة كما ذكرت إلى حدود اللحظات اللي سمعت بهم يعني متقدم على الملعب الجيبسي هدف مقابل صفر، هدف ثمين جدا للجرومبيليا الرياضية على حساب النجم المتلوي. نذكروا النجم المتلوي تقريبا 80 دقيقة و 75 دقيقة لاعب يلعب 10 لاعبين، ولكن جرومبيليا الرياضية في دقيقة 93 بالتحديد محمد أمين عويشاوي سجل هدف ثمين لجرومبيليا الرياضية باعتبار تغيير فيما يتعلق بالترتيب العام. أيضا فيما يتعلق بأسفل الترتيب هاي النتائج الكاملة، الترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي تعادل دون أهداف، مستقبل مرسى النادي الرياضي الصفاقسي دون أهداف، جرومبيليا الرياضية يفوز على نجمة لاوي هدف مقابل صفر، 1-1 بين النادي البنزرتي والنادي الإفريقي، النجم الرياضي الساحلي تعادل مع شباب القيروان 1-1، والاتحاد المنسير يفوز على جريد توزر 2-0، قوافل القفصة ملعب الجيبسي قلت في انتظار وأنه إلى حد الآن يعني هدف مقابل صفر ما نعرفوش بالضبط شنو يصير. نحاولوا نتصلوا بحافظ الترابلسي إذا كان نجموا نتصلوا به بطبيعة الحال توفيق
حتى لين يعطينا شفما جديد في هذا اللقاء. نعطيكم لمحة عن الترتيب الجديد. الترجي الرياضي التونسي في المركز الأول 55 نقطة، يليه النادي الصفاقسي بتسعة نقاط فارق، قلت متغير شيء، 46 نقطة. النجم الساحلي 43 نقطة المركز الثالث، والنادي الإفريقي المركز الرابع 42 نقطة. ملعب الكابسي مبدئيا كان عنده 35 نقطة، مش عارف شنو التغييرات الحاصلة. مستقبل مرسى 36 نقطة. نادي البنزرتي بعد التعادل كان 30 أصبح 31 نقطة، كيف كيف قوف القفصة كان 27، مش عارف شنو هي القرارات وشنو باش يصير في اللقاء هذا. النادي الرياضي الحمل الأم بعد اللي صار يوم أمس يصبح 27 نقطة. شبيبة القيروان 27 نقطة بعد تعادل اليوم. نجم المتلوي 25 نقطة. جريدة توزر 25 نقطة. الاتحاد المنستيري 26 نقطة بعد الانتصار. الأولمبي البيجي 23 نقطة، وأيضا جرومبالي الرياضية 23 نقطة، والمركز الأخير للملعب التونسي ب 22 نقطة. هذا فيما يتعلق بالترتيب. نرجعوا نحكيوا على المباراة في انتظار بطبيعة الحال حافظ الترابلسي. ماهر نبدا معك. الأولمبي البيجي نجح كما كنت تحدث في عدم قبول أهداف، ولكن لو كان تعطينا قراءة لأدائه في هذا الشوط الثاني. تقريبا نفس السيناريو معنا مشات الأول، تعاود هو بيدون حافظ الأولمبي البيجي على نفس التركيبة متاعه، نفس الأداء، شوية قلت شوية الكونسنتراسيون، فخلى شوية أكثر إسباس بالنسبة للترجي. شفناه إلى دوميني أكثر دوزيام ميتون، خلق أكثر فرص، وصل أكثر القيس العمدوني، وبالتالي الأولمبي البيجي نقص شوية في النساق متاعه. لكن النتيجة كانت اللي حشتوا بها، اللي جاء عليها الرادز، هي نتيجة التعادل، روح بنقطة من الرادز، نقطة مهمة جدا بالنسبة للأولمبي البيجي. التغيير اللي صار هو دخول المساوي مكان على المالكي، هو اللي خلى شوية إلى ليبيري شوية شمام الكوتي متاعه، معناها ولا يطلع أكثر، ما عادش ثم محاصر عليه، خلى الرواق هذاك، ولا ثم سير نومبر على عاطف المازني مشيرة هذاك. تقريبا نشوفه في الدقيقة 68 اللي كانت معناها تأكد الشيء اللي نحكيه فيه، تقريبا شفنا شمام والغرسلاوي اثنين على عاطف المازني، وهذا قاعد يزيكليبر شويه في الديفونس في الاولمبي البيجي، الشيء اللي وصل للترجي الرياضي اكثر للمرمى. نلاحظوا كذلك دخول معناها الغول والمحمدي اللي هما زاد معناها تغييرين هجوميين تقريبا. حاول الاولمبي البيجي انه يباغت الترجي في اكثر من مناسبه، وتوصل معناها كانت له الفرص باش ينجم يباغة الترجي لولا سوء التصرف اللي حكينا عليه في الشوط الأول ونيفو دلا ترانزيسيون، معناها أو كيفية التحول من الوضعية الدفاعية الوضعية الهجومية كانت ناقصة بالنسبة للأولمبي البيجي. خلق العديد من الفرص من ناحية هذه، لكن سوء التصرف ما خلاهوش ينجح في الهجومات نتاعو. وتقريبا في دقيقة 60 و50 ثانية كان نجم نشوفوها، عنا اللقطة موجودة، عنا اللقطة موجودة. نعم، بعد هذه تقريبا لهنا نشوفوا ديزيكيليبر شويه في الديفونس، مثلا ماش برشا كوفرتور من الشيره نتاع عاطف المازني اللي كان موجود فيها علاء المالكي، تقريبا يقع افتكاك الكوره، تمريره اثنين لهنا، هجمه، شوفوا ثلاثه ضد اثنين ولا اثنين كونتر اثنين لهنا، سوء التصرف تاع نبيل المساوي خلى معناها السليتي يكون في وضع التسلل. لو عرف يتصرف في الهجمة هذه كانت تكون هجمة خطيرة. شو نسميه هذا ماهر؟ يعني محمد سليتي عنده تجربة كبيرة، مش فقط نبيل المساوي عنده تجربة كبيرة مع الملعب التونسي وغيره، محمد سليتي يعني مع النادي الافريقي مع المنتخب الوطني التونسي الأولمبي. كيفاش نفسر غلطة مثل هذه؟ ظاهر واضح جدا أن التمريرة كيف نهكة في الأورجو، واضح يعني أي حكم باش يكون فايق. احنا شوف خبرة اللاعبين، احنا نتفرج وقلنا ظاهر أورجو من قبل ما خبرة نبيل المساوي بخبرة سليتي نجم نوظفوها كأنه تسرع، حطوها في خانة التسرع، معناها تقريبا الحد ما يشك في قيمة نبيل المساوي الفنية أو سليتي معناها الفنية، لكن التسرع متاعه ورغبته في التسرع متاع شكون هو؟ التسرع متاع نبيل المساوي في اختيار معناها الوقت المحدد للتمريرة هذيك. ومحمد سليتي يعني ما كانش متسرع، كان ينجم زادة كان متقدم شوية، كان ينجم يلفرين أمبو معناها باش يكون في نفس الخط تقريبا مع آخر مدافع، آخر مدافع يكون معه في نفس الخط باش ينجم يلبروفيت من الهجمة هذه. واضح، معناها شفنا الأولمبي البيجي قلنا معناها كمل بنفس الطريقة بنفس الوقفة متاعه، شوية طايح البلوك متاعه أكثر شوية، الشيء اللي خلى الترجي يخلق أكثر فرص ويخلط أكثر معناها القيس العمدون. واضح جدا. عندنا لقطة ثانية، كنت لقطة ثانية اللي هي معناها في الدقيقة 68 نشوفه، معناها دقيقة 68 لهنا كوتي، نشوفه الكوتي الآخر من غاديكا توم مش توصل، شوف
التفوق العددي اللي مش يخلقه شمام شو هنا هو لا بعد هذا او كشمام تقريبا والغرس اللاوي اثنين تقريبا على عاطف المازني وخلطت الكره وفات معناها بان سونتر اللي كان ينجم اختير يكون اختير على الاولمبي الباجي. واضح جدا. قبل ما نعطي كلمه علي بن ناجي بطبيعه الحال نذكركم انه ايضا في الاثناء داروا ثلاثه لقاءات في نطاق الجوله الثالثه لمرحله الصعود لبطوله الرابطه المحترفه الاولى. بطولة رابطة ثانية بطبيعة الحال ثلاثة لقاءات. اتحاد بن قردان مستقبل جابس يتعادل 1-1. ترجي الجرجيسي ينهزم أمام جمعية جربة هدف مقابل 0 وانتصار لجندوبة رياضية على الملعب صفاقسي 3-2. ماذا يعني ذلك؟ يعني وأنه مستقبل جابس ينضاف له نقطة يصبح يبقى في المركز الأول 7 نقاط. اتحاد بن قردان 5 نقاط. الترجي الجرجيسي يبقى 3 نقاط ثم جمعية جربة تنضاف له 3 نقاط يصبح 6 نقاط في المركز الثاني. جندوبة رياضية تنضاف له 3 نقاط يصبح 4 نقاط والملعب صفاقسي يبقى 0 من النقاط بعد 3 لقاءات. حافظ الترابلسي موجود معايا مباشرة عبر الهاتف. حافظ مرحبا. مرحبا بك اسكندر. تحية ليك تحية لكل المشاهدين. نلعب حاليا 3 دقائق قبل نهاية الوقت القانوني لهذه المباراة. رجعنا نلعب رجعت المباراة بيعطينا قبل كل شيء النتيجة الحالية ثم نرجع للتفاصيل. حافظ هدف مقابل 0 لنهاية قوية في القفصة 3 دقائق قبل نهاية الوقت القانوني لهذه المباراة اسكندر. واضح. حافظ شنو اللي صار؟ سمعنا انه وقع منع كل الاعلاميين من دخول الملعب قبل المباراة. افكتيفمون اسكندر وقع منع كل القنوات التلفزية من الدخول من ادخال المعدات. يعني عملية المنع كانت تخص يعني المعدات التلفزية فقط. يعني بالنسبة للصحفيين طبعا دخلوا يتابعوا في المباراة هذه لكن بدون تصوير يعني بدون أي كاميسكوب اللي معناتها تنجم تدخل للملعب. وهذا هو ما تم في الحقيقة. حبيت نوضح حاجة اسكندر لو تسمح. وأنه لما يعني طرح لك سؤال على المسؤولين الهيئة المديرة اللي قاموا في الجلسة قالوا أنه ما يتبنوش الموقف هذايا وأنه الأحد هما اللي يتبنوا الموقف. لكن في الحقيقة اللي أنا أطرح السؤال وأنه ما ثم تدخل حتى رفض آخر اللي هو يسهل عملية الدخول إلى الملعب وهوني ثم نقص استفهام اسكندر. خليني نسمي الأشياء بأسمائها. في الحقيقة يعني شيء معناتها ما يتقبلش وأنه ما دخل حتى الطرف يعني باش يسهل لنا عملية الدخول. يعني طلبوا منا المجموعة الأحباء هذوما وطبعا سمعني اسكندر وقت ما تنجمش تجرأ وتدخل معناتها حتى الكاميسكوب ومثيال لأن تيني با أسوري يعني كوتي لانتيغريتي فيزيك نتاعك تيني با أسوري الحق نتاع ربي. يعني الأمبيونس إلي إلكتريك فريمون هونيا كل سوا مالا في الزون ميكس وإلا أوتور معناتها دو تيغا وإلا حتى في لونتخي دي ستاد اسكندر. حافظ سامحني فما رجال أمن موجودين في الملعب. لا رجال الامن موجودين يعني موجود معناتها التنظيم المسؤول على الدخول والخروج بالنسبه للجمهور موجود ولكن بالنسبه للاعلاميين نعم خليني نعطيك الصوره والبقيه التعليق عن ديرك انت وتفهم وانه عمليه المنع وما تمت امام انظار يعني مختلف عوائل الامن ورجال الامن وطلبنا منهم لكن ما فماش اجابه سيتي لو سيلونس ابسولي خليني وفي الحقيقة يعني ما دخلوش يعني يسهلون عملية الدخول. وطبعا المجموعة الأحباء طلبوا منا وقالوا أنتم تفضلوا لكن بالنسبة للكاميسكوب والمتري نتاعكم لا وحتى يعني سيارة الوحدة التلفزية بقفشة والفريق التلفزي يقول يعني خيرنا نخلوا السيارة لأول مرة البرة لكني بعد آخر طبعا وقت اللي هدا الجو لأنه الحافلة متاع الملعب القبشي وصلت 25 مينوت قبل ما تبدأ المباراة. مش نعطيك فكرة على الامبيونس يعني اللي سبقت المباراة اللي بعد طبعا لأنه ما هيش مضمونة الكهرباء السيارة دخلنا السيارة معناتها إلى الانسانت متاع الستاد. نعم. وطبعا طلبوا منا وفما مراقبة يعني فما سورت دو بوكليي وقع على الفريق التلفزي وكل يعني الفرق التلفزيه نتاع ثلاث قنوات تلفزيه باش انه الماتريال نتاعهم ما يدخلش اسكندر. حافظ سامحني كنت اعطيتني معلومه وانه انطلقت المباراه متاخره جدا ولكن لا لا لا, لا انطلقت بعد ما نعم. توقفت 5 دقائق بعد ما توقفت 5 دقائق انطلقت المباراه. علاش توقفت حاليا 45 دقيقه يعني حاليا وفريق الملعب القيسي خلينا نعطيك يعني في اللايف فريق الملعب القيسي كاد يعادل النتيجه كوره على الخط النهائي المرمى ياخذها الحارس علي العياري. تفضل اسكندر. كنا نعملوا تلفزه وراديو نحن نصبح المباراه باهي. قلت اللقاء توقف مره ثانيه وصاروا احداث شغب ولا لا؟ لمده 5 دقائق توقف يعني مشاهدات بين بنكي احتياطي قوي في القيسي والملعب القيسي.
واضح واضح. حافظ قداش تقريبا اضاف الحكم؟ خلينا نكمل المباراة نعرفوا النتيجة النهائية. تقريبا اربع دقائق شفت، تقريبا اربع دقائق ليس مؤكد باعتباره انه نعم. يعني في بلاصة منزوية تقريبا يعني بعيد شوية على البلاصة نتاع الحكم الرابع اللي نزل اللوحة الالكترونية، ولم يعطيك فكرة انه كيما قلت لك يعني سرق كلية تضرب اليوم وحساب على كل الاعلاميين. فهمت ولا اسكندر؟ واضح واضح باهي. حافظ نخليك توا يعطيك الصحة على كل هذه التوضيحات، من بعد شوية يطلبك بسام خاشلوف تعطيه النتيجة النهائية. خلينا ننوروا إن شاء الله الجمهور. يعطيك الصحة، مشكور جدا مشكور جدا على هذه المداخلة وهذه التوضيحات. و بليس اسكندر في ظروف كيما هكا معناها اسكو فو غارونتيسي الديرولمون صحيح والريزولتا صحيحه نتاع الماتش ولا لا؟ فما نقطه ايجابيه ما نعرفش انا اذا كان زاد فمني زاد الحكم معنا في ظروف امنيه صحيحه ولا لا. هو نقطه لاعبين حتى واضح عادل، ولكن فما نقطه ايجابيه اللي سمعتها شويه وانه سمحوا لهم باش يدخلوا الاعلاميين. شيء مزيه يا اخي مزيه، مش حكايه مزيه، هو مش مانيش فما حتى تبرير لهذه التصرفات. انا ماذا بيا لو كان اهل الاختصاص ما نقولش يتخذوا قرارات لازمه، ولكن يحلوا تحقيق. شنو الحكايه هذه؟ يفتحوا تحقيق، شكون مسؤول على اسكو عندها الحق باش ترفض او تمنع وسائل الاعلام دخول الميدان؟ لانه الجماعه من الجمهور هو اللي ماهيش المره الاولى الفلتراج، ماهيش المره الاولى وما شفناش قرارات. بصراحه نقولوها يعني على المباشر، ماهيش المره الاولى وما شفناش قرارات. ان شاء الله نشوفوا قرارات. نعرف برشا ناس يقولوا خلينا نكملوا، مازال شهير، مازال شهير على البطوله ويوم هذيك السياسه العامه، مازال شهير وتوفى البطوله، نعديو على خير نعديو على خير. زاد ونهائي وفرد مره البطوله الجايه، اللي يصيح يستاهل باش يطيح، واللي باش يهز يستاهل باش يهز. ازد علي تخاف تولي العدوى تتعدى الملاعب اخويا. كيف تتفكر تتفكر ازد علي معناها بعد جوست بعد الثوره وهوني قاعدين وقتها في مقابله جيبس والمرسى وصارت كيل بول دو نيج وليت فمني لين ولينا وصلنا ها 16 فريق وقت اللي ما تاخوش قرارات ها وين نجموا نوصلوا ومازال راهو. نعم ازد علي اعطينا رايك في الترجي هذه التونسي اللي هو بيدو استفاد من تعادلات في مباريات غير مباشره. خمسه دقائق بارك الله فيكم، زادونا خمسه دقائق هو الوقت اللي تبقى بطبيعته. الترجي هذه التونسي تعادل، ما عرفش يسجل اليوم، ممكن ناتج عن تغييرات الحاصله وتجربه الكره الجديده، التغييرات بالجمله هذه واعطى الفرص للاعبين اللي اول مره يسجلوا حضورهم مع فريق الترجي هذه التونسي في مباراه رسميه، ولكن ما استغلش فرصه تعادلات غير مباشره لتعميق اكثر الفارق اللي كان ينجم يكون 11 نقطه بينه وبين صاحب المركز. شوف اسكندر، التغييرات راهو تغييرات اجباريه، معناتها كي تشوف التغييرات، نيانغ مضروب، الدراجي مضروب، الدربالي مضروب، الجويني مضروب، هذوما اربع غيابات لاعبين اساسيين مضروبين. حتى نبيل المساوي في بالي مضروب زاد ولا لا؟ نبيل المساوي مضروب ولا مضروب ولعب؟ اما تشكيله كي تنحي منها ملاعبيه اشتراها معناتها اساسيين هذوما سي نورمال باش تاثر. اما اللي اثر اكثر اليوم الفريشور ما فماش. انا في الميتون حكيت على الريتم، في الريتم دوزيام ميتون قعد نفس الريتم ما تغيرش، والمدرب حكاها على الريتم. اذا كان ليكيب كنا واقفه باجه كيما يلزم، راهو عندهم مثلا اربع ديفونسرات ما يتحركوش ساعه فيكس، معناتها اللي زغل التيرو ولا رينا واحد فات الصوت في الباش خلاف تروا بيفو باش تحل جمعيه كيف واقفه كيف هكا بصعوبه ياسر معناتها. صعوبة يس وزيد بريتم ما فماش ريتم. رغم ذلك الترجي على كل حال الأداء دوزيام ميتون تحسن، على خاطر الفرص كانت فما شوية فرص، مش يقولوا فرص واضحة أما شبه فرص كانت نجم تكون موجودة تتسجل في واحدة ولا اثنين منهم. الترجي يقولوا اليوم موش في نهاره ونفهموا احنا، على خاطر الترجي اليوم يلعب ثامن مقابلة في خمسة جمعات، فما تعب ما فماش فريشور. نعم. واستفاد الترجي من الجوله وربح جوله، نقصد جوله والكلاسمون قعدوا بيه. واضح جدا عادل، باش نحاولوا خاطر باش نحاولوا بسرعه سي توفيق. نعم. اللقطه الاولانيه معناها نعديها مره واحده خاطر كلاسيكيه معناها على الاخر. لقطه المطالبه بضربه جزاء نتاع اللي على فول كانت هوني شوفوها فمني ما فماش ضربه جزاء، ضربت في راس اللاعب. نمشيو للقطه اللي بعد في هذه كان طالب ضربه جزاء فيها الافول يعني ريناها زيد وحب على ضربه جزاء. قانون جديد مصر الوجه ضربه جزاء جديده، ما عندناش وقت نمشيو للتابع خلينا زاد الزملاء يحضروا اللقطه الثانيه. اللقطه اللي بعد اعلان على تسلل بالحق معناها صعيب
صعيب برشا وقت اللي نقوله صعيب برشا وقت اللي يكون اللاعب اللي في وضعية تسلل اللي يكون على متر منك معناه متر زوز أمتار يكون قريب لك معناه يكون في وجهك هكا اللاعب فهمني راهي بالنسبة صعبة. للحكم يعرفوها الحكام تكون صعيبة برشا فهمني في الإعلان عليها صحيحة على الآخر هوني معناه كيفاش قداش المساعد معناه فايق برشا كيف زاد لقطة أخرى متاع حكى عليها يذولي سي علي وانت ماهر فهمني متاع العملية التسلل اللي قام بها اللي محمد السليتي تمريرة نبيل مساوي كانت زاد مسبوقة بتسلل صحيحة معناها حبينا هاو لهنا ايه هوني معناها محمد السليتي شو نخرج لهنا ديجا في اللي حبيت معناها اخترت خطر المساعد الثاني عمل معناها مقابلة زاد كبيرة فمني اخترنا كيلكو هكا لقطات متاع تسللات معلن عليها فمني باش نوريو اليوم معناها فريمون المساعدين قاموا بمباراة كبيرة نعم. كبيرة برشا نشوفوا توا فما عندي عندنا لقطة الحكم يعلن على مخالفة ويلانديك معناها البلاصة متاع التنفيذ ونشوف فين اللاعب العب المخالفه نتاعو هوني نجمو ما نعطيوهش معناها قيمه ولكن ترجع سي توفيق للقطه معناها وقت اللي باش يصير التنفيذ كيما فما ناس ما تعطيهاش قيمه لكن هوني شخصيه الحكم وقت اللي يقول لك فمني تحط الكره نتاعك في بلاصتها فمني يلزمك تصير ليكزيكيوشن من بلاصتها لهنا قالوا شوفوا معناها يلانديك بيان بريسيزيمون معناها البلاصه لكن اللاعب فهمني لعب نخليو العمليه تواصل نجمو زاد نلومو حتى على الحكم انه بوريفيتي لكن بعد تحط شخصيتك قال ولا عادل معليش انا من الاول جنسيست اني الكره تتلعب من مكانها هذه معناها ملاحظه للحكم فهمني انه ما يدخلش في مباراه لاباس يعني الحمد لله معناها انه صارت الملاحظه الكبيره اللي نجم معناها نقول على الحكم انه عمل سبعه بلاتير معناها نسل انيس بن حسن بالكش عملت هذوما باش تتنفس شويه اما راهو سي مال فيو في مقابله انك تعمل نعم. سته وميم حتى يذول لي سبعه واضح. بلاتير باهي خلينا نشوفوا اللقطه الاخيره اذا كان حاضره سي توفيق تقول لي رايك حاضره نتاعي انا مازلت ما عادش عندي حتى لقطه لا انت ما عندكش حتى لقطه انا عندي لقطه وحيده خلينا نكملوا نشوفها حاضره سي توفيق ولا اللقطه باهي موجوده بربي ركزوا معي لان الكره خرجت والا ما خرجتش خلينا نثبتوا امورنا نرجعوا شويه بركه يصير ساعتين الماتريال نتاعك اللي يخليك معناها تحكي الماتريال الصوره هي الماتريال تاع الناس كلها باهي شوفوا لهنا فوالا شوفوا حتى اللاعب وقت اللي يمسي ذول الكره براسه ديجا فهمني معناها راسه موجود نرجع شويه للقدام لهنا على خط الكره فوالا نكملوا الصوره شويه بركه اخر باش نفهموا خاطر مازال قاعده تقدر مثال شوني معناها تربط معايا اسكندر على المساعد اللي كان قريب برشا لهنا بالضبط الكره داخل ولا البر هذا اللي حبينا هذاك اللي حبيت لك تفاوض 3 دي وشوف تلقاه اما اللي يخليني معناها نتاكد ان الكره ما خرجتش وجود المساعد معناها الاول اللي كان بحض الكره واضح وهذا الكل يرجع ما يسالش معناها نعطيه كل واحد حقه هذه اللقطه مش يرجع للمسؤول نتاع المساعدين اللي هو توفيق الوسلاتي اللي قاعد يعمل في خدمه كبيره برشا فهمني وشفنا معناها برشا مساعدين اللي خلاونا نعم ما كانت نعم الحمد لله نعطيكم نتائج كامله لكل لقاءات الجوله 9 من بطوله الرياضه المحترفه الاولى لكره القدم وفي نهايه المطاف ينتهي لقاء القوف الرياضيه بقفصه ملعب جيبسي بانتصار القوف الرياضيه بقفصه ويكون بذلك النتيجه الكامله بعد لقاء يوم امس وانتصار النادي الرياضي لحمل انف على الملعب التونسي هدف زوز اهداف مقابل هدف اليوم الترجي الرياضي التونسي تعادل مع الاولمبي البيجي دون اهداف مستقبل مرسى النادي الرياضي صفاقس 0-0 1-0 للجرومبيلي الرياضيه انتصار ثمين لابناء حسين الجيبسي امام نجم المتلوي وابناء شكر الخطوي بطبيعه النادي البنزرتي تعادل مع النادي الافريقي 1-1 نفس النتيجه النجم الرياضي الساحلي جبهه القيروان 1-1 0 الاتحاد المنستيري امام جريد التوزر وقوافل قفصه يفوز على الملعب الجيبسي هدف مقابل 0 اليوم ان شاء الله في الاحد الرياضي تعرفوا اكثر تفاصيل عن خفايا وكواليس هذه الجوله بالتحديد وفي حصاد الاحد ما تنساوش عندكم موعد مع مختلف الرياضات الجماعيه وايضا الفرديه هذه صفحه رسميه لحصاد الاحد على الفيسبوك اذا كان فما بعض المقترحات نتناولوها نشوفها وسط الاسبوع واذا كان فما مقترحات طيبه علاش لا ما قدموهاش في برنامج حصاد الاحد هذا الى جانب نصف نهائي بطوله الكره
كرة الطائرة اللي كانوا داروا يوم أمس مع كرة السلة، وأيضا مباراة اليوم مباراة أمس للأقل من 20 سنة المنتخب الوطني التونسي وفوزوا على منتخب موريتانيا 3-0. متبقى لي كنقول لكم يعطيكم الصحة الناس الكل. سعلي مشكور جدا لحضورك معنا. ماهر الزيري وقت ما تحب مرحبا بيك، خاصة في مباريات الأولمبي الباجي. عادل زهمول فرخت قلبك زاد معنا اليوم. أنت عملت لي ما عملت شيء أنا عادل ما عملت شيء. نتقابلوا إن شاء الله 7:07 مع برنامج حصاد الأحد. متبقى لي كان نشكر كل زملائي ساهموا في هذا النقل المباشر من أجواء الملاعب، الإخراج توفيق الحنش. إلى اللقاء.